مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم يا غاليين في بث جديد لقناة الجريء تي في. برحب بيكم يا اجمل ناس في الكون في امسية جديدة من امسيات الجريء تي في. اتمنى ان تكون امسية الخير والبركة والسعادة لحضراتكم زملكاوية العصر، نجوم الرياضة في مصر. بحبكم من قلبي، اتمنى لكم الخير يا اصل الخير ومنبع الخير وكل الخير. اهلا بيكم يا غاليين في بث جديد لقناة الجريء تي في، وبرحب بيكم. أتمنى أن تكون هذه الأمسية هي أمسية الخير والبركة والسعادة لحضراتكم يا أجمل وأنبل ناس في الكون. نبدأ حلقتنا الليلة بدستور الجريء تي في. ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش جنسك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرائعون يلتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريء تي في، و هنفرحكم ونقول لكم أحلى كلام يا غاليين يا محترمين يا مميزين. إن شاء الله أمسية جميلة مع أجمل ناس في الكون نبدأها. بنقول لكم مبكرا قبل ساعات من بداية العام الجديد، بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم فرحانين، كل سنة وانتم مبسوطين، كل سنة وانتم محترمين. انتم حقيقي نبلاء وشرفاء ومميزين. اللي سمعني الآن وبيكتب على التكست بيقدر يكتب على التكست وأنا بشوف كتابته أكيد محترم جدا جدا جدا. أما اللي سمعني وهو مش محترم وحرامي وجاي يلقط أخبار أو جاي يتلصص علينا، فهو عارف نفسه نوعه إيه وشكله إيه وتربيته إيه. أنا بكلم إخواتي في قناة الجريء تي في، في جروب الجريء تي في، المحترمين اللي موجودين معايا دايما، اللي مش مطرودين، اللي مش محظورين، اللي مش مغيبين، اللي مش مرتشين. بقول لهم كل سنة طيبين، يا رب السنة الجاية تكون سنة خير وبركة وفرح وهنا على حضراتكم. يا رب كل واحد يشوف حاجة جميلة تتحقق ليه كل الأمنيات. يا رب السنة الجاية تكون خير في كل المستويات. على فكرة ركزوا معايا في الكلمتين دول وفكروا فيه، اللي بيحبني ربنا بيحبه، واللي بيكرهني بياخد على دماغه، وكل واحد يحط الميزان ده قدام عينه. واللي بيحبني بجد وبيساند الجريء بجد، والله والله اقسم بالله وابواب السماء ان شاء الله تكون مفتوحه، هيشوف الخير كله. واللي بيحارب قناه الجريء املا او طمعا في انه ياخد قرشين من هنا او عشان احنا طردناه عشان هو مغيب، برضه هيشوف كل الشر من هنا، وبكره يجي ويعتذر ويقول. على كل حال، عشان احنا بنقول سنة جديدة وسنة سعيدة وكل سنة وانتم طيبين، ابواب قناة الجريء مفتوحة دايما لكل الناس، اللي عايز يطلع يطلع، واللي عايز يرجع يرجع، واللي عايز يكون معانا اهلا، واللي عايز مد ايديه في ايدينا اهلا، واللي عايز يرحل عننا اهلا. دي ابواب مفتوحة، دي ابواب مفتوحة. انت معانا كسبان كسبان، انت بعيد عننا خسران خسران. فبتمنى ليكم ولأسركم ولولادكم ولحبايبكم والناسكم والأهلكم كل الخير كل الخير كل الخير كل الخير. هنتكلم حاجات كتير النهاردة، ولكن كان لازم تكون هذه البداية عشان ايه نلحق بدري كده نهني حبايبنا وندعي لهم الدعوات الجميلة. واتمنى بقى كل اللي بيسمعني سواء دلوقتي او بالليل او الصبح هو كمان يدعي لي علشان تبقى سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب، وربنا ينهي يا رب من العالم كله الفساد والضغينة والحروب والأوبئة. يلا اللي الناس ما بتتعصش، محتاجين ايه اكتر من كورونا عشان يتعزوا؟ ربنا يخليك يا استاذ رأفت سمير، وربنا يخلي المهندس علاء، بخصوص انت بتقول المهندس علاء، المهندس علاء صديق محترم واخ غالي، واي غوغائيه بتدخل عنده بتحاول تلسن على خريطة الجريء بنعرفهم بالاسماء وبنتصرف معهم قانونيا، ما تقلقش. احنا كمجموعه محترمين نقود السوشيال ميديا الزملكاويه وتوصلنا خلال الاسبوعين الماضيين ان في ناس بتحاول طول الوقت ان هي توقع بيننا وبين بعض. دايما بييجوا ينط هنا يحاولوا يخبطوا في فلان، بس انا بعمل لهم حظر، ويروح عند المهندس علاء، ويروح عند الاستاذ هاني حبيب، ويروح عند المحترمين بالذات. فاحنا حتى المش محترمين هنبتدي نتجمع مع بعض، نعمل سوشيال ميديا قويه يكون ليها دور، يكون ليها عمل، وخلي بقى المغيبين يظهروا ويبانوا. فباذن الله، باذن الله الواحد الاحد، اولا دي دعوه اي حد بيسمعني من الاخوه اللي بيعملوا لايفات، بيعملوا عندهم جروبات، عندهم صفحات، تواصل معي عبر الواتساب او تواصل معي عبر
ماسنجر علشان احنا بنتجمع كسوشيال ميديا وبنكشف مع بعض كل المرتزقه اللي ابيضه اللي بياخدوا من ناس معينه عشان يوقعوا بينا. ما حدش هيقدر يوقع بينا. قناه الجريء قناه عملاقه وطالعه ومستمره ما شاء الله. النهارده احنا بنقفل سنه 25,000 مشترك غير الناس اللي هي بتحضر وبتشوف حاجات ومش مشتركه كتير على فكره. وبعدين انا بحاول ان يكون معايا دايما المثقفين، بعمل طرد اول باول للمغيبين في خلال سنه، فما بالكم ان شاء الله مع السنين الجايه وما بالكم مع الخطوات اللي احنا هنعملها في السنه الجديده. فكل الناس يعني خلينا نبتدي، كل الناس اللي عندهم صفحات اللي بيعملوا لايفات المحترمين طبعا المغيبين هيهربوا، اللي عندهم جروبات اللي بيعملوا لايفات اللي بيعملوا يوتيوب، حتى لو هم ضعاف في اليوتيوب وعايزين نكبرهم نكبرهم، مفيش مشكله نقول لهم بعض النصائح ونكبرهم. ارجو ان هم تواصل عشان هدف التواصل ده هو توحيد السوشيال ميديا الزملكاويه من المرتزقه ضعاف النفوس اللي بيوقعوا منا. دي رساله سريعه. عايز من الاستاذ احمد محمود من قنا لو بيسمعني دلوقتي او بيسمعني الصبح يتواصل معايا عبر ماسنجر. موجود استاذ احمد؟ موجود اهو استاذ احمد محمود. اكتب لي الان على ماسنجر انا احمد محمود اللي انت سالت عليه، اكتب لي على ماسنجر انا احمد محمود اللي سالت عليه، والاستاذ هاني حمدي. الاستاذ احمد محمود والاستاذ هاني حمدي، استاذ احمد معانا، استاذ هاني حمدي هيكون موجود في اي وقت، والاثنين بعد ما اتواصل معهم ان شاء الله بكره او بعد بكره نقول مفاجاه كويسه ليهم باذن الله. استاذ احمد محمود من قنا والاستاذ هاني حمدي وقت ما يسمعني يتواصل معايا عبر ماسنجر ويقول لي انا هاني حمدي، واخرين هنقول اساميهم في الفتره اللي جايه. اقول لكم على مين الاخبار وبعدين ندردش شويه يا اجمل ناس في الكون. انا عارف احمد محمود، اسف احمد محمود، اكتب لي بس دلوقتي عبر ماسنجر عشان اتكلم معاك بعد البث او اتكلم معاك بكره. انا احمد محمود من قنا وبعدين هندردش مع بعض. نقول عناوين الاخبار. ساعات حبس الانفاس، الزمالك فوق صفيح اللجنة الساخن، أمير وإنهاء أزمة شيكابالا، الخطيب تدعم أم تنتقد مرتضى منصور، كارثة رحيل هذا النجم في يناير، منع أحمد مجاهد من السفر، حصاد مؤلم للزمالك في 2021، إبراهيم سعيد يوجه رسالة للجان الهمجية، مستقبل زيزو بين الأهلي والزمالك، والمزيد والمزيد من الأخبار. وخبر اليوم من خارج المستطيل الأخضر، معلومة هامة جدا عن الجرعة المعززة أو الجرعة الثالثة من لقاح كورونا. ربنا يا رب يحفظكم من كل مكروه. مرة أخرى بعيد الكلام اللي أنا قلته، السوشيال ميديا الزمالكية تتوحد المحترمة، بنتواصل مع بعض، واللي عايز يتواصل معايا يكون معانا يكتب لي عبر الواتساب أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أو عبر ماسنجر. احنا بنتوحد لكشف الفسد اللي بيوقعه منا. كلنا بنحب الزمالك وكلنا عايزين الزمالك يقف على حيله، بس في شوية مرتزقة معروفين، يعني معروفين بالاسم ومعروفين بصفاتهم ولونهم، يعني ان شاء الله القضاء هيخلصنا منهم. بيحاولوا دايما يعملوا الواقعة بين السوشيال ميديا الزمالكية، وده طبعا هدف عشان نتننا ضعاف. لا، مش هنتننا ضعاف، هنتننا أقوياء. حتى لو حاربت بنفسي ومعايا متابع واحد، هقول الكلمة اللي هتترزع وتخلي 100,000 واحد يخاف. هذه عظمة قناة الجريء والأمثلة اللي انتوا شايفين يوم بعد يوم اللي احنا بنقوله بينفذ. امبارح قلنا في أول بس على قصة شيكابالا والتفاصيل كلها، في نهاية البث جالنا الأستاذ أمير مرتضى منصور هيحل الموضوع، والنهاردة في تفاصيل جديدة في هذا الملف. قلنا على قصة الكابتن بتاع كرة اليد حسن يسري، وطالبنا مرتضى منصور إنه يتدخل. تاني يوم مرتضى منصور تدخل وجاب الراجل وقعد زي ما طلبنا، وعمل فيديو زي ما طلبنا بالظبط. هذه عظمة قناة الجريء. ممكن واحد يقعد يتكلم وبيشوفه 100,000 واحد زي علاء كاذب ولا ابو جعورة ولا ابو سرسارة ولا ابو حمارة ولا ميكي ماوس بيتكلم، بس مفيش حد بينفذ كلامه. احنا بنتكلم ان شاء الله 200 3 10 بيسمعونا بس بيتنفذ كلامنا، لان احنا بنقول كلام محترم وكلام في مصلحة نادي الزمالك. طالبنا باستبعاد مدحت العدل ومحمد اسماعيل من الدخول في انتخابات الزمالك، وتم بالفعل. ويمكن انتوا لاحظتوا ان الاستاذ مرتضى قال في الفيديو بتاعه، قعدتوا تقولوا الاهلاويه الاهلاويه، ادينا ما خدناش حد من الاهلاويه. فهذه عظمه قناه، والامثله كتيره بقى.
لما قلنا اوباما خط احمر، ولما قلنا شيكابالا خط احمر، ولما طلبنا نص شهر يقعد مع شيكابالا، ولما طلبنا نص شهر انه يخف على المايك، وكل الدعم وكل التأييد لاي حد محترم بيحب نادي الزمالك وبيفكر ننزل امثله كبيره الحاجات اللي طلبت بيها قناه الجريء ونجحنا. وده عظمه قناه الجريء يا جماعه، مش مهم ان انا اشتري مشاهدين يدخلوا ويطلعوا في ثانيه، المهم ان انا معايا 200 300 500. الحمد لله احنا وصلنا لاكثر من 25 ألف متابع. اللي بيبقى موجود معايا بيبقى عارف عظمه قناه الجريء، الكلمه اللي بتطلع من قناه الجريء بتفرق عند المسؤولين. والله عشرات الناس بعت لنا الدعايه الانتخابيه بتاعتهم عشان نقول، ومش هنقول دلوقتي ومش هنساند حد غير بعد ما وقت معين يعني، وانتم عارفين ان احنا قناه الجريء جنب اي حد مظلوم وجنب اي حد كويس، ولكن ده مش معناه ان احنا نسيب اي حد يهبل كده. و طب يا استاذ احمد هدي لك اللينك اهو حالا. ادي معلش اللينك لاستاذ احمد محمود، ده صفحتنا هي غالي استاذ احمد محمود، دي صفحتنا اهي، دي صفحتنا، واذا ما عرفتش فكرني تاني في اخر بس ادي لك الواتساب، بس دي صفحتنا واكتب لي رساله على الماسنجر. فدي عظمه ودي قوه قناه الجريء، وهنستمر يا جماعه، هنستمر 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 هنستمر. وبعدين احنا مش جريء واحد، ده احنا ما شاء الله يعني عشرات الجرأه. شوفوا يعني القناه ولاده، شوف الناس اللي بتعمل فيديوهات، شوف الناس اللي بتطلع، شوف الجديد شوف الجديد، شوف دعاء النهارده سعد داخل بقوه معانا، في ناس بتستعد، في ناس عامله حاجات حلوه بس تقلنا شويه يعني، في كتير كتير يعني. قناه الجريء هي فكره والفكره لا تموت، وان شاء الله نحن في ظهر نادي الزمالك مهما حاول المغفلين. النهارده الواد الاهبل اللي واخد حكم ب 500,000 غرامه بعت لي كام عيل من اللجان الاعلاميه بتاعته تحاول ان هي تقرفنا في القناه. شوفوا قد ايه احنا بنتحارب من الزملكاويه او اللي بيقولوا على نفسهم زملكاويه، وبنتحارب من لجان اعلاميه جهلاويه، وبنتحارب من لجان اعلاميه تبع ده وتبع ده، وبنتحارب من ناس فاشله احنا طاردينهم. يا مطروده انت وهي، انتوا مش ناسيين ان انتوا مطرودين؟ طب روحوا لفوا واعملوا. والله والله يمكن النهارده اكثر من 100 مشترك جديد في قناه الجريء ما اعرفش عنهم اي حاجه، بس واحد كتب لي رساله. شوف يا جماعه دايما اقول نداء الاشرار استماع الابرار. في ناس بتدخل اللايفات بتكتب على فيسبوك قناه الجريء قلبت، وقناه الجريء كانت بتدعم مرتضى وبعدين قلبت، وانا كنت بتابعها ولغيت هبل في جبل. احلى دعايه بتتعمل لنا اقسم بالله العلي العظيم بحق هذه الايام الجميله، احلى دعايه بتتعمل لنا. ببص الاقي بوم 100 200 300 400 500 جاي لنا مشتركين جدد. واحد اسمه الاستاذ رضا بيقول اليوم كنت استمع لواحد اسمه مش هقول اسم محترم صديقنا محترم الباشمهندس زوجته اهلاويه، وجدت ناس بتكتب عن قناه الجريء، جيت شفتها وعجبتني جدا جدا، انا اشتركت وهدعو كل الزملكاويه للانضمام. ايه الحلاوه دي؟ يا اشتموا كل يوم، اشتموا وانا اديكم فلوس. ادخلوا كل الصفحات والجروبات واللايفات اشتموا في قناه الجريء انا اديكم فلوس. مفيش دعايه احلى من كده. مفيش دعايه احلى من كده. لا مش بارك الله فيكم عشان انتوا ما تسالوش، بس قولوا واشتموا والناس بتيجي بتيجي بتيجي. انا الاعداد اضطريت النهارده ان انا اظهر اعداد المشتركين عشان تتابعوا معايا قد ايه الاعداد بتزيد. واحنا ان شاء الله السنه الجايه في اخبار حلوه وفي اسرار حلوه وفي كلام حلو جدا 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 يا غليل. قلنا عناوين الاخبار وركزوا معايا ان عناوين الاخبار فيها كام خبر مهم. ساعات جس النبض او بيسموها ساعات حبس الانفاس، طبعا الزمالك فوق صفيح ساخن من واحنا منتظرين اللجنه، امير وانهاء ازمه شيكابالا، الخطيب تدعم وام تنتقد مرتضى منصور، وانا قايل ان المؤنث هنا الخطيب تدعم ام تنتقد مرتضى منصور. ما حدش يفتكر ان انا بقول غلط، انا بقول صح، لان المقصود هنا بالخطيب حاجه تانية. وكارثه رحيل هذا النجم عن الزمالك في يناير، وخلاص شكل الموضوع منتهي انه ماشي ماشي، ومنع احمد مجاهد من السفر، وخبر كده يعجبكم ان شاء الله، وحصاد مؤلم للزمالك في 2021 وهنتكلم عليه، وابراهيم سعيد يوجه رساله للجان الهمجيه، اللجان المنتشره اللي بتسيء لنادي الزمالك
للاسف اللجان الاعلاميه في النادي الاهلي منظمه، واللجان الاعلاميه في نادي الزمالك همجيه همجيه همجيه. عندك حق ابو خليل. ومستقبل زيزو بين الاهلي والزمالك، وهنقول المزيد والمزيد من الاخبار في هذا التقرير. نبدا مباشره بخبرنا من خارج المستطيل الاخضر. استاذ عبد الوهاب السيد اخويا الغالي، يعني استاذ عبد الوهاب من الناس المحترمه اللي انضمت لينا اكيد بعد ما سمعوا الكلام ده. استاذه منال اهلا بيك، كل سنه طيبه. يعني ناس جديده كتير محترمه بيشوفوا الاشرار بيقولوا ايه وبيجوا يستمعوا، وكلكم لكم الحكم، الباب مفتوح في القناه، ادخل وارجع زي ما انت عايز، ادخل وارجع زي ما انت لك، بس اسمع قناه الجريء وشوف تاثيرها في الشارع الرياضي شكله ايه، ومع الوقت هتعرفوا قيمه قناه الجريء، ومع الوقت هتشوفوا قيادات قناه الجريء، وممكن تشوفوني مع قيادات دوليه عشان هم عارفين احنا بنعمل ايه، وعارفين شغلنا ايه، وعارفين احنا بندور على ايه في صالح الرياضه وفي صالح هذا البلد العظيم. ندخل مباشره في خبر من خارج المستطيل الاخضر، ومعلومه هامه عن الجرعه المعززه عن لقاح كورونا. مع استمرار تفشي متغير اوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، حرص بعض المواطنين على اخذ جرعه معززه للقاح كورونا. افادت الدراسات ان تلك الجرعه تحمي من متحور اوميكرون، حيث يمكن ان يوفر التطعيم الحمايه من المتحور والفيروس ويقلل من خطر الاصابه بامراض خطيره، فضلا عن ان الجرعه المعززه تعمل على تقويه المناعه بشكل كبير وزياده مستويات الاجسام المضاده لدى الاشخاص. ده وفق الكلام ده احنا جايبينه مترجم من موقع اسمه هيرز لاين، موقع عالمي طبعا الدكاتره المحترمين اللي معانا اكيد يعرفوه. وعلى الرغم من عدم ثبوت ان هذه الدراسه بنسبه 100% حسب ذكر المتخصصون، الا انهم نصحوا باخذ الجرعه المعززه من لقاح كورونا لانها لن تضر على كل حال. حسب تقرير الموقع ان عند الاصابه بفيروس كورونا رغم حصولك على الجرعه الثالثه من اللقاح فانك لن تشعر باي اعراض صعبه بسبب الفيروس. وقال الدكتور ديفيد هو عالم الفيروسات والاستاذ في جامعه كولومبيا في تصريحات لشبكه سي ان بي سي ان ان المتحور اوميكرون سينتشر بسرعه البلق خلال الفتره القادمه. واضاف عالم الفيروسات ان اولئك الذين يتم تطعيمهم وتعزيزهم سيكونون بخير الى حد كبير حتى لو اصيبوا بالعدوى، اما اولئك الذين تم تطعيمهم جرعتين لكن لم ياخذوا الجرعه الثالثه سيشعرون باعراض أسوأ على الارجح. وفقا لمركز السيطره على الامراض والوقايه سي دي سي يوصي حاليا باخذ الجرعه المعززه لجميع البالغين في دول العالم والذين يعتبرون معرضين لمخاطر عاليه او يعانون من نقص المناعه. في حين الحصول على جرعه منشطه يمكن ان تزيد بشكل كبير من مناعتك ضد كورونا. هناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها بعد اخذ الجرعه، واهمها المداومه على ارتداء الكمامات وفقا لمركز السيطره على الامراض كما ذكر التقرير. يعني تفاصيل مهمه جدا والكثير من الترجمه، اللي بيحب يعرفها يكتب لي على الخاص وانا ابعت له التفاصيل. مره اخرى كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا غاليين. عايز ارحب بكم اسم اسم، ولكن ندخل برضو مباشره في الاخبار. دايما بنقول ان في اشرار بيحاولوا ان ينالوا من هرم قناه الجريء، ودايما بنقول في ناس محترمين، فخلينا دايما كل يوم ناخد شويه من المحترمين الغاليين. النهارده هناخد الدكتور عاشور زايد، بيقول دكتور عاشور زايد، التعليقات دي تلاقيها موجوده في اليوتيوب يا جماعه، بس انا بنقي شويه كده من ناس عشان اولا نشكرهم على عظمه ادائهم معانا، وثانيا نعرف الناس المرتزقه ان في ناس محترمه. بس الدكتور عاشور زايد بيقول: القناه المحترمه دائما لها المصداقيه والقائمين عليها اكثر صدقا وصراحه لهم مني كل المحبه والاخاء، والله بنصرهم دائما. شكرا يا اغلى الغالي. استاذ حسن محمد بيقول: تقديري واحترامي لاعظم اعلامي الجريء، وانا معجب جدا جدا بقناه الجريء والاسره الكريمه، ربنا يرعاك ويحرسك يا جريء من الحاقدين، تقبل الله منك روعه الدعاء يا غالي. استاذه سعاد او ماما سعاد بقى عشان هي غاليه عليا، دايما بحب اقولها ماما سعاد، بتقول: انت فعلا يا ابني يا جريء بتتعب معانا، بس انا بدعي لك بالصحه والعافيه والتوفيق يا رب، ربنا يخليكي ربنا يخليكي، وادعي لي على اعدائي ان ربنا يخلص منهم. استاذه ناهد محمد بتقول: قناه محترمه وصادقه، ربنا يخليك يا استاذه ناهد. اخويا الاستاذ بدوي عبد اللطيف اللي انا قلت من يومين
بقبل قدمي وقبل رأسه وقبل يديه، إيه عشان نعيد ونقول برضو عنده شلل رباعي ولكنه بيتابع قناة الجريء. وربنا يخليك لنا أستاذ بدوي، والله يعني مرة أخرى يعني بقبل قدميك وقبل التراب اللي بتمشي عليه. بيقول: قسما بربي أبكيتني يا جريء، أنت إنسان جميل، كل الحب والتقدير لك، ما أنا إلا متلقي والمجهود الرائع لكم في نشر الحقيقة والأخبار الصادقة. كلماتك أسلجت صدري، أنا أقبل رأسك وجميع الأفاضل، السادة محمد بك فاضل وأحمد بك الأسواني وجودة بك عودة وجميع محبيك والأخوة الأفاضل المشاركين في القناة. شكرا يا غالي يا غالي يا غالي. أستاذة حنان عوض، وهي طبعا من أعمدة قناة الجريء، بتقول: كل التحية للجريء صاحب الأخبار الحصرية الصادقة المهمة في كل الأماكن، ألف تحية للجريء صاحب أفضل قناة وأفضل إعلام. شكرا أستاذة حنان عوض، ربنا يبارك فيك. أستاذة نجاد بتقول: شكرا على تعبك معانا ويبلغنا الأخبار قبل وسائل الإعلام والمعلومات القيمة، الله يبارك فيك ويدوم قناتك عليه. دي الأستاذة نجاد بيومي، غير ماما نجاد طبعا، ماما نجاد دي تاجنا وتاج راسنا من فوق. أستاذ فتحي سالم بيقول: بسم الله ما شاء الله على قناتنا الجميلة، ربنا يخليك يا رب، ربنا يديك الصحة. أستاذ بدر عبد اللطيف تاني كتب لنا رسالة جميلة، بيقول: إيه الجمال والبهجة والسعادة اللي أنا فيها، 7 سنوات على فراش المرض، لا أرى الشمس ولا وجوه البشر في الشارع، وحفظت كل تضاريس سقف الحجرة، فجأة يرسل ربي هدية جميلة وهي قناة الجريء، رياضة زائد أخبار زائد صحة زائد قانون زائد إعلام زائد بهجة وسرور. الحمد لله، أشكركم جميعا، كوكبة من أجمل القلوب، الأستاذ الفاضل الجريء محمد بك فاضل أسواني، جودة بك عودة، الدكتورة سهير، الابنة المثقفة دعاء زمورة، الأخ سعد، وكل الأصدقاء، واعتذر عن عدم ذكر الأسماء، وأنا أعرف كل المشاركين بالاسم وأقرأ كل التعليقات، لقد بعثتم في الروح من جديد. شكرا لكم جميعا أحبابي، وعذر الإطالة يا باشا، دي قناتك إن شاء الله تتكلم فيها طول الوقت، إحنا كلنا سعادة وكلنا حب. الغالية الجميلة الدكتورة سوين أرنوار بتقول: هيهات هيهات أن ينال المغرضون من قناة الجريء، فقد ولدت عملاقة وسط أقزام قناة الحقيقة والمصداقية. أشكرك يا ست الكل. أخوي عرائي مصري بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والله العظيم تعبت الجريء، بيقول: والله العظيم ما سعادة الجريء، أنت رجل محترم ورجل زملكاوي محترم ومن الزملكاوية المحترمين اللي بيحبوا الزمالك، عشان كده أنا بعشق حضرتك عشق الهواء والماء. أخويا وليد وليد بيقول: كلنا الجريء وقناة معاك لآخر يوم في عمري، وأنا ونفسي وأولادي وكل ما أملك فداك أنت يا أجرأ جريء. حبيبي يا وليد، أنت محترم جدا جدا. أستاذتنا والعمود الفقري لقناة الجريء اللي مجننة النسوان المطاريد بتقول، أستاذتنا طبعا أنتوا عارفين مين، أستاذة تريس جرجس، بتقول: صادق وشجاع ومغامر يا أجرأ جريء، ننتظرك ونستمع بالوقت الذي نقضيه في دفء هذه العائلة المحترمة المحبة الجميلة، ومعك يا جريء خالص تمنياتي لك ولأسرتك ولكل أسرة الجريء بعام جديد سعيد، أعاد الله علينا جميعا بالصحة والستر والسلام والنجاح، يا أعظم من صدقناه وأحببناه. كل رسائلكم جميلة وكل تعليقاتكم جميلة، بس نحاول كل يوم ناخد شوية من الجمال والحلاوة اللي انتوا يعني انتوا بصراحة مش لو واحد ما يقدرش يقول ايه، نبض الحياة، ايه الروح، ايه اللي بتحرك الجسد، انتوا الجمال، انتوا النقاء في زمن قل فيه الناس المحترمة، انتوا ايه معدنكم، ايه اكيد انتوا ملايكة. كل سنة وانتم طيبين يا ملايكة يا محترمين، واقصد هنا طبعا بأعضاء قناة الجريء مش المطرودين. ندخل على الأخبار يا أجمل ناس في الكون، ونقول في خبر النهاردة إن مصر بتستعد لتقديم طلب لاستضافة أولمبياد 2036. الكلام ده مش كلام الوهم، الكلام ده حلم، والحلم هيتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو بصراحة مصر بتستعد تقدم لأولمبياد 2036، ومصر كمان بتستعد تقدم لتنظيم كأس العالم. تنظيم كاس العالم ده ملف سري مش عايز اتكلم فيه كتير، بس في ناس شرفاء بيديروه تحت اشراف الرئيس، وفي دعم كبير من الفيفا، ف
فاطمنوا يعني ان شاء الله مصر هتتستقبل حدث كبير باذن الله، اما كاس العالم واما اولمبياد 26 36. كاس العالم مش هتكلم عليه شويه، خلينا دلوقتي لحد ما في حاجه كده بتتم في المجال السياسي. بس مصر عازمه على تقديم طلب استضافه كاس العالم، وده يعني بنفرحكم ببلدكم وبرئيسكم وباجهزتكم. بالنسبه لملف دوره الالعاب الاولمبيه، فالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعقد اجتماعات متواصله خلال الايام دي اللي من اجل تجهيز ملف استضافه مصر دوره الالعاب الاولمبيه. مصر تبحث استضافه الحدث الكبير بعد دراسه دقيقه وتقديم طلب لاستضافه الاولمبياد. من المنتظر ان يعقد وزير الشباب والرياضه اجتماع مع رئيس اللجان الاولمبيه الافريقيه انوكا في حضور احمد ناصر رئيس الاتحادات الافريقيه الاوكاسا وهشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه من اجل طرح فكره استضافه دوره الالعاب الاولمبيه 2027 او 2036. الوزير الشباب قال ان استضافه بطوله كاس العالم والاولمبيات يحتاجان الى دراسه متأنيه وكبيره ودقيقه، ونحن قادرون على استضافه المونديال والاولمبيات ولكن كل شيء في وقته. قال الوزير ان مصر قادره ايضا على استضافه كبرى الاحداث الرياضيه الدوليه، وان مصر تمتلك بنيه تحتيه متطوره ومتكامله فضلا عن امتلاك الموارد البشريه. بصوا يا جماعه، بحكم شغلي في هذا الملف في دول بره، فبقول لكم اذا ربنا اكرم مصر بالموافقه على استضافه دوره العاب اولمبيه او كاس العالم هتبقى نقله كبيره جدا لمصر، يعني اقتصاديا الفنادق تشتغل والسياحه تشتغل والبياعين يشتغلوا والدنيا يبقى فيها رواج وكل حاجه هتشتغل حلو. سياسيا وامنيا اسم مصر هيرتفع جدا. الملاعب اللي بتخلفها مثل هذه البطولات، شوفوا الملاعب بتاعت قطر عامله ازاي، هتبقى ملاعبنا، هيبقى مفيش مشكله الماتشات، هيبقى مش هنلعب في حفر. بننتقل نقله تانية خالص، والعالم كله بينظر وبيقول اسم مصر، اسم مصر اللي هو اجمل اسم في الكون، اللي هو اعظم اسم في الكون. فاقول يا رب احد هذه الملفات تنجح يا غريب. في وقائع سيئه جدا ما حبيتش اقول احطها في العناوين، بس قلت ادردش فيها معاكم. دي بتبين حال كره القدم المصريه. تخيلوا ان لاعب من مواليد 2003 يضرب الحكم. حدث هذا بالفعل، حدث هذا في الفعل في احدى المباريات، والفيديو منتشر في السوشيال ميديا للاعب من فريق منشيط ناصر بيعتدي على حكم المباراه. لاعب ناشئ مواليد 2003، ده لما يكبر يعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طب اللاعب ده يا مجاهد ضرب الحكم وفي فيديو وهو ناشئ، هتعمل فيه ايه؟ يعني شيكابالا قال لك يا اهلاوي وقفته 8 اشهر، ده هتعمل فيه ايه؟ على كل حال بنذكر الواقعه، قام احد لاعبي فريق منشيط ناصر بالاعتداء على الحكم بعد الشهر الاخير له البطاقه الصفراء خلال مباراه الفريق امام حلوان العام بدور الناشئين مواليد 2003. جرى التحقيق في الواقعه عن طريق منطقه القاهره لمعرفه الاسباب واصدار قرار صارم مع ارسال نسخه من تحقيقات الاتحاد الكره. على فكرة الكلام ده مش نتيجة حاجة قد ما نتيجة ان اللجان اللي بتدير الكرة المصرية وخاصة بالذكر لجنة الحكام بتختار الحكم حسب الميول. انت اهلاوي تعالى حكم، انت زملكاوي روح عند والدتك. والوقائع والفيديوهات موجودة في الانترنت، اشربوا بقى من حكام الاهلاوية اللي بيديروا مباراة الكرة المصرية، اشربوا. مش هقول اكتر من كده. لما ناشئ مواليد 2003 عيل لسه بالبامبرز يضرب حكم، يعوض ربنا على الكرة المصرية. ليه؟ لان مفيش عدل، لان مفيش عدل. يعني الاخ الشناوي عمل مش عارف ايه مع الحكم، ودخل مجاهد قال لك ده في مهمة وطنية خليها له وقف ماتش، ودي واحد بيضرب حكم ممكن يطلع قريب مجاهد ولا ابوه طبعا لمجلس البتنجان المخلل ووقفوه ماتشين. اما شيكابالا فبيقول له اهلاوي لا يتعدم، لقيت الزمالك بيحتفلوا بالفوز يا لا يتذبحوا، هي كده يعني، ربنا يستر.
كهربا يقع في شباك عشق الإثارة. الأخ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الفاشل الراحل اللي مش لاقيين له حتة يرموه فيها، كتب النهاردة عبر الفيسبوك بيقول: عايزك تفهم بالإشارة إن عاشق جامد للإثارة وسلامتها محسن. حد يشغل لنا تربتتي تربتتو. لاعب فاشل مش لاقي حتة تلمه، المدرب عايز يرميه، ملوش أي لازمة. يقول لك إيه؟ عايزك تفهم بالإشارة إن عاشق جامد للإثارة وشكلك كده هيتاكل عليك بصارة يا كهربا، يا اللي بتركب فوق الحمارة. أخ كهربا عايز يعيش الغموض وعايز يعيش الوهم، فقال لك كده لما إيه أضحك الناس عليا. والله ضحكنا. بالنسبة للأهلي والأخ تفويته، نتكلم شوية. الأخ تفويته خرج من الباب الخلفي للاحترام والأدب، خرج من الباب الخلفي للأخلاقيات كرة القدم أو أخلاقيات الرياضة، خرج من كل الأبواب ووقع المقاولين، وبعد ما وقع المقاولين هرب وقدم استقالته ومش لاقي حتة تلمه. فضغط بيضغط بقوة على المسؤولين في النادي الأهلي: أنا يعني ما أنا كنت بفوت لكم، ما أنا يعني اللي حصل لي ده مش عشان كذا وكذا. فالمسؤولين في النادي الأهلي مش لاقيين له حل، راحوا كلموا سبان قالوا خدوا أي حاجة كده في الجهاز الفني. قال لهم مش عايزه، ده سمعته وحشة. مش لاقيين له حل، مش لاقيين له حل. محاولات وضغوط بأي طريقة علشان يحطوه في الجهاز مش لاقيين. بيحاولوا عن طريق لجنه اسمها لجنه التخطيط في الاهلي ان هم يعني يعملوا له اي مسمى يبقى في الجهاز الفني الاهلي غصبا عن موسيماني، بس انا اعتقد ان موسيماني ذكر وما بيشغلش حد معاه سيء السمعه. نيجي برضو معلش ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، نيجي برضو على حد الاخ سمير كمونه لاعب الاهلي، وتحت عنوان اضحك مع سمير كمون. سمير كمونة لاعب الاهلي بيتكلم عن البرتغالي كارلوس كروش المدير الفني للمنتخب وعن اختياراته للقائمه النهائيه اللي هتشارك في بطوله كاس الامم الافريقيه. قال ايه كمونة في تصريحاته التلفزيونيه؟ بيقول لك كروش شكله زملكاوي. طب والنبي انتوا ردوا عليه، والنبي وكل من ليه نبي يصلي عليه، والنبي انتوا ردوا عليه. محمد بيه مبروك كل سنه طيب. ردوا انتوا على سبيل كمونة، بيقول لك كروش شكله زملكاوي وبيكره لعيبه الاهلي. طب والله ما مش لاقي كلام اقوله. بقى كروش زملكاوي وبيكره لعيبه الاهلي، مش عارف انا. ما هو طارق حامد بيلعب في الاهلي؟ يمكن انا بس الذاكره عندي ضعيفه. هو طارق حامد اللي هو بيذبحه ده بيلعب في الاهلي؟ طارق حامد بيلعب في الاهلي؟ هو كروش الزملكاوي بيأدب طارق حامد اللي بيلعب في الاهلي؟ والله ما ساعات كده بقول، ما دي الناس يا جماعه النماذج اللي ايه اللجان الهمجيه بتحب تخليها هي تظهر، واي قناه او اي اعلامي محترم يظهر يذبحوه. على سبيل المثال يعني، على سبيل المثال في ثلاثه صحفيين محترمين قوي مرشحين في انتخابات نادي الزمالك: الاستاذ احمد جمال والاستاذ صبحي عبد السلام والاستاذ ايهاب الفوي. مظبوط. حرب شرسه لاستبعادهم من الانتخابات. اولا المستشار مرتضى منصور تجاهل تماما صبحي عبد السلام، وصبحي عبد السلام ده احترام 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 قول من هنا لمليون سنة لقدام. أنا بتكلم على صبحي عبد السلام الإنسان وصبحي عبد السلام الصحفي، ماليش دعوة بالمرشح، أنا مش هأيد مرشحين دلوقتي. فالمستشار استبعده وخلى في الصورة أحمد جمال والفولي. دلوقتي ضغوط شرسة لاستبعاد أحمد جمال، ضغوط لجان إعلامية مرتزقة والله العظيم مرتزقة. بقى أحمد جمال دلوقتي كخة؟ أحمد جمال دلوقتي عيب؟ أحمد جمال اللي اتعذب واتطرد من قناة الزمالك واللي بقاله سنة بيشتغل في الحدث الله أعلم بيدوله فلوسه
فلوس ولا بيدوا له كشري، قلب كشري ياكل نفسه ياكل عياله. احمد جمال المحترم وايهاب الفول المحترم وصبحي عبد السلام ما يكونش ليهم دور اي دور في نادي الزمالك؟ عشان تعرفوا اللجان الهمجيه بتعمل ايه، الناس اللي بتبخ السم في ودان المستشار مرتضى منصور. ما فيش حد يا مستشار مرتضى منصور وقف جنبك قد الثلاثه دول وقد قناه الجري، الباقي كله دول مناظر لا تليق بيك. كل الناس اللي انت عايز تدخلهم كل جمعه في اول كل شهر لا يليقوا بيك. ارحمنا من قعده جمعه اول كل شهر اللي خلت الناس تطلع تتكلم باسمك وتقول لك واخدين ترنجات واخدين كرنات لمده سنه، اعضاء النادي هيتجننوا. ارحمنا بقى، يا ريت الجمعه دي لحد ما تخلص الانتخابات واللي بعدها ما تدخلش الناس دي جوه النادي. الناس مصوراهم بجلابيات. فهيبقى لزي اللجان تهاجم احمد جمال وتهاجم صبحي عبد السلام علشان يفضل مكان يدخل مع المستشار الفولي. مع احترامي للجميع، الثلاثه زملكاوي محترمين، انا بوريكم كيف يتم حرب الاعلاميين المحترمين. صبحي عبد السلام محترم قوي 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 وزملكاوي قوي 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 وحاجه كبيره قوي 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 في الاخلاق قوي قوي. يقول من هنا لبكره، من هنا للسنه الجايه، من هنا لحد ام درمان، قول زي ما انت عايز تقول. احمد جمال عانى الكثير، عانى الكثير والكثير من اجل ثبات موقفه. نيجي احنا نجيب ناس مع كل الاحترام والتقدير، لو سالتهم باب نادي الزمالك فين ما يعرفش. هم ممكن يكونوا اعضاء بس ما لهم يعني كل ونماذج واساتذه جامعه ودكاتره ولواءات وبتاع على دماغي من فوق، وربنا يوفقهم وربنا ينجحهم كلهم. بس عملوا ايه لنادي الزمالك؟ يعرفوا ايه عن نادي الزمالك؟ ليه اللجان الهمجيه طالعه دلوقتي تهاجم صبحي عبد السلام وتهاجم الاخ احمد جمال؟ على فكره والله انا ما بتواصل معاهم، بس دي شهاده حق. ومش متواصل معاهم بس لشيء، لان انا ما عنديش وقت، انتوا عارفين وقتي يعني يا دوبك باجي الحق البث معاكم. ولكن لما الواحد يبقى في شهاده حق يبقى عيب. ده نرجع ونقول، هل النماذج اللي بتطلع وتستضيفها القنوات دي او النماذج الاعلاميه اللي بتطلع في القنوات ده يليق؟ القنوات كلها اهلاويه، الناس كلها اللي بتطلع اهلاويه، ولكن كلهم ما فيهمش حد محترم. ليه يا لجان يا همجيه بتحاربي كل زملكاوي شريف؟ ليه يا معالي المستشار الناس دي بتلصق باسمك ان انت اللي طلبت منهم محاربه صبحي عبد السلام واحمد جمال عشان يطلقوا بره القايمه؟ ليه الناس اللي بتطلع تقول لك المستشار مرتضى قال لنا طلعوا اشاعات على قناه الجريء ان هي قبض ابن عباس؟ فين يا عم عباس وفين ابن فرناس؟ انتوا كده بتزودوا الناس بيقولوا عليكم ما بتفهموش. ما الناس بتدخل وبتسمع، انا لو عندي، وانا الحمد لله يعني الحمد لله عندي اتصالات يمكن بما لا يقل عن 5000 اشخاص يا ثقافيه في جمعيه عموميه، كلهم صبحي عبد السلام كلهم للناس المحترمه. عيب عيب اللجان اللي بتطلع دي وتقول لك احنا بنتكلم باسم مرتضى منصور. عيب الناس اللي بتدخل بتخرب من اللايفات وبتعمل حاجات ويقول لك احنا بنتكلم باسم مرتضى منصور، واحنا قال لنا طلعوا اشاعات على قناه الجريء، وقال البت الهبله هعمل لك كارنيه لو اتكلمت على قلت ان قناه الجريء بتطلع من عباس. عباس مين وابن الناس مين؟ دي عالم بتطلع في الروح. الزمالك هو الباقي، اللي بيقول على حد بيقبض هو اللي بيقبض، هو اللي مرتشي، هو اللي جبان، هو اللي ربنا يخلص منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس المشهد الاعلامي بصراحه سيء سيء سيء. لما يطلع واحد زي سمير كمونه يقول لك كروش زملكاوي، والله عيب علينا ان احنا نتفرج على القنوات المصريه، والله العظيم اقسم بالله قرفتونا لما قنوات يديرها، مش عايز اقول اسماء عشان في الاول والاخر دول بشر وانا بحب انسان كانسان، بس الاعلام سيء، الاعلام يقرف. تعالوا اضحككم بقى على الفنكوش الكبير احمد مجاهد، بس اضحكوا من قلبكم. الاخ احمد مجاهد خلاص سلم اوراقه، ولا سلم نمره على راي ما بيتريقوا في مصر، سلم نمره وخلص وملوش اي لازمه. يقول لك ايه؟ لما الحق اضرب لي بنت، عامل نفسه قرار وزاري انه طالع رئيس لبعثه المنتخب
اللي رايحين الكاميرون يوم 7 يناير، وإنه رئيس البعثة وهيسافر معاهم. أم مين اللي قفشه من قفاه بقى قبل ما يطلع الطيارة؟ أم اللي قفشه من قفاه؟ الوزير. ما هو أحرج الوزير قدام مجلس الشعب أو مجلس النواب. فقام جايبه من قفاه وقال له ممنوع السفر، انت يا ابن مجاهد فرصتك اخرها يوم 5 يناير، يوم 5 يناير باي باي، عهدك مع الكره المصريه من 5، ومن يوم 6 تبتدي معاك التحقيقات. رايح مسافر ليه؟ بصفتك ايه؟ البعثة مسافر يوم 7، انت مسافر معاهم تعمل ايه؟ فمنعوا من السفر والغى القرار الوزاري ورفع اسمه من اللي مسافرين مع المنتخب. إهانة ما بعدها إهانة، إهانة ما بعدها إهانة. أنا لو منه يقدم استقالته النهاردة، يقدم استقالته النهاردة. شوف يا سنبل والأخوة اللي بيتكلموا على الأستاذ أحمد جمال والأستاذ صبحي عبد السلام، ممكن أي زملكاوي محترم هتلاقيه بيتحارب، أي زملكاوي محترم هتلاقيه بيتحارب. ثق كده، لو رحت أي حتة لقيت ودي حرب واحد بالذات من اللجان الهمجية، اعرف ان الشخص ده محترم. بقى صبحي عبد السلام محدش يجيب سيرته ولا حد ياخده في قائمته، ده شرف لكم صبحي عبد السلام يدخل في اي قائمة، شرف. اللي عايز ينجح ياخد صبحي عبد السلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وارجع واقول والله ما بيني وما بين الناس تواصل، بس انا عارف المحترم مين ومين مش محترم، وعارف شغل اللجان دي بتعمل مين ومين اللي بيدير لجان ومين اللي وراها، ومش عايز اتكلم، القانون اللي هيتكلم. فالاخ مجاهد كان بيجهز الشنطه وقال لها الحاجه جاهزين الشنطه، انا طاير مع المنتخب يوم 7، اروح اظبط نفسي في الكاميرون شويه وابقى رئيس بعثة واعمل عليهم ذكر. فقام قفشوا الوزير من من قفاه ورجع. ارجع، ده انت من يوم 5 عندك تحقيقات ونيابه ومجلس نواب والحصانه بتاعت الفيفا اللي انت كنت بتحتتمي بيها خلصت، وسلامتها ام حسن، هو اسمه ابراهيم مجاد، وسلامتها ام ابراهيم. اصل كان في واحد محترم قوي اسمه حسن مجاد الله يرحمه، كان بيدرب المنصوره، فدايما بغلط اقول لحسن مجاد مكان ابراهيم مجاد، ولا اسمه احمد مجاهد كده خيبه. حسن وابراهيم كانوا اخوات في نادي المنصوره، الناس القديمه اللي زي الحاج شعبان اكيد يعرفوا الحاجات دي، والاستاذ جودت. حسن وابراهيم مجاهد كانوا بيديروا نادي المنصوره، واحد مدرب وواحد حاجه كده. انما الاخ ده احمد مجاهد هتشوف ربنا يخلص منك موضوع شيكابالا ازاي. نسيت اقول لكم ان النهارده كان في عزاء، بس خلينا نقول اخبار الزمالك اليوم، اخبار نادينا العظيم اجمل نادي في الكون. النهارده كان في العزاء بتاع الاستاذ حمد انور في وفاه والده، اقيم العزاء في نادي الزمالك بمسجد الحمديه الشاذليه حيث توفى والد حمد انور يوم الاثنين الماضي. شهد العزاء حضور كل من حلمي طولان، معتمد جمال، ايمن طاهر، احمد صالح، محمود فتح الله، حسين عبد اللطيف، حماد عبد اللطيف، جمال حمزه، احمد عبد الحليم، اسامه نبيل، احمد مرتضى منصور، عبد الحميد بسيوني، اسامه عبد الكريم، احمد جلال ابراهيم، هشام يكن، واحمد سليمان، وبشير التبعي. ونعى مجلس اداره نادي الزمالك بمزيد من حزن والد حماده انور، دعينا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان. كان في ماتشات في السله النهارده، من ضمن هذه الماتشات الاتحاد مع الاهلي، والاتحاد كسب الاهلي وتصدر البطوله، ولا عزاء للمدرب المغفل اللي هرب من الزمالك. الاتحاد كسب الاهلي 185. بصراحه ما لحقتش اتابع ماتش الزمالك، اعتقد الزمالك بيلعب النهارده. طيب نيجي بسرعه على حصاد الزمالك في 2021، وانا هركز على نقطه مهمه جدا، إن لأول مرة في تاريخ الأندية في العالم يتولى 3 رؤساء أو 4 رؤساء للنادي في عام واحد.
حيث تعاقبت اللجان المختلفة على نادي الزمالك، وده أنا بقوله حصاد مؤلم لنادي الزمالك وسنة سودة في تاريخه. اللي يزعل يزعل بقى، واللي يتفلق يتفلق، سنة سودة في تاريخ الزمالك. تعاقبت على نادي الزمالك 3 لجان. الأولى لجنة عماد عبد العزيز، هيستولى عماد عبد العزيز رئاسة اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك يوم 27 من ديسمبر من العام الماضي، خلفا للراحل المستشار أحمد بكري. والمستشار أحمد بكري كان خد 25 يوم وتوفى رحمة الله عليه. استمرت لجنة عبد العزيز لمدة 144 يوم، وتقدمت باستقالتها في 19 مايو 2021 لتتولى لجنة جديدة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب. كانت اللجنة دي هي صاحبة قرار إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لجلطة سراي، مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار فقط. بعدين اتولت لجنة حسين لبيب يوم 19 مايو بعد استقالة لجنة اللواء عماد عبد العزيز، وضمت اللجنة معاها محمد الاتربي وطارق جبيل وحسين السمري وعاطف النمر وهاني برزي وعمرو أدهم وحسام الممدوح وحسين السيد. ورحلت لجنة حسين لبيب عن إدارة القلعة البيضاء يوم 21 نوفمبر، وأعلنت يومها بيان تعني من خلاله انتهاء مهمتها. ثم عاد مجلس مرتضى منصور يوم 29 من نوفمبر بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض قرار وزير الشباب بتجميد المجلس. سنة سودة على الزمالك. نتمنى يا رب السنة الجديدة تكون سنة سعيدة ومجلس جديد مجلس سعيد. ليه سنة سودة على الزمالك؟ لأن مفيش نادي في العالم بيتولى إدارته ثلاث رؤساء وثلاث مجالس وكله بيخلص من بعضه وكله بيقول لك مفيش فلوس. دي حادث فريد في تاريخ الأندية في العالم كله. مبروك فوز السلة النهارده. الكابتن إبراهيم سعيد بيوجه رسالة للجان الهمجية. مين اللجان الهمجية؟ كابتن إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة نارية إلى جماهير الزمالك اللي بتسمي نفسها لجان إعلامية أو لجان همجية، عمل هجوم شرس عليه خلال الساعات الماضية. كتب إبراهيم سعيد على صفحته: صباحكم جميل وخير جميعا. كمية الشتايم اللي مبعوتها لي في الرسائل على صفحتي الشخصية من جماهير الزمالك أنا مصدوم منها، ورد فعل مبالغ فيه شيء سيء جدا، شيء بدل ما نكسب واحد بنخسر واحد. أضاف: عيب يحصل ده معايا، أنا كلامي كورة والاختلاف طبيعي، دي طبيعة الحياة، عيب وعلى العموم لكم كل التقدير والاحترام مني. شخص محترم طبعا وكلام محترم ولاعب كبير. الناس على فكرة، الناس الضعيفة المريضة بتحاول تنال من الأكبر منها. ابراهيم سعيد لاعب كبير، لاعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يتكلم كلام في كوره، ناقشه كوره مش تشتمه، ناقشه كوره، ناقشه كوره. انا مش عارف الناس المريضه دي ما عندهاش غير الشتيمه، ما عندكوش مخ، ما بتخافوش ربنا، ما بتخافوش ربنا، ناقشه كوره. انا دخلت معاه ناقشه كوره. انا على فكره كنت مع علاء صادق لحد ما حذرني، كنت بناقشه في كلامه لحد ما بقاش يعرف يرد علي، حذرني، كنت بناقشه في كلامه، ما ادخلش اشتمه، اناقشه في كلامه، انت بتقول كذا، ما هي الحقيقه كذا، انت بتقول كذا، لا ما انت غلطان في كذا كده. يعني نشرب شويه شاي بعد اذن الاستاذ ايزيس. ونكمل معبر. فاللجان الهمجيه اللي بتدخل تشتم اي حد، اولا انت بتسيء لنفسك وبيتك واصلك وفصلك، لان ده مردود عليك. ثانيا انت ليه بتقول لنفسكم احنا لجان زملكاويه؟ لا، انتوا لجان همجيه مش لجان زملكاويه، انتوا لجان همجيه، انتوا مرتشين، انتوا مرتزقه، ما فيش حد فيكم يعرف يتكلم مع حد بالحجه والبرهان. انا مش مع ابراهيم سعيد، بختلف معاه كتير، ولكن ليه الشتيمه بالاب والام والبدا ليه؟ وتقول على نفسك انا زملكاوي؟ ده الزمالك والانسانيه بريئين منك، بريئين منك، ان شاء الله تنضف. وانا بدعو الاستاذ ابراهيم سعيد او الكابتن ابراهيم سعيد انه يعمل توكيل للمستشار الاسواني، والناس كلها اللي شتمت دي هتاخد غرامات، والغرامات مش عارف عنها حاجه، ويبقى حكم نهائي، ويلاقوا وحدات تنفيذ الاحكام بتقفشهم كده من قفاهم، زي ما الاخ مجاهد هيتقفش من قفاه، وكله الى زوال ان شاء الله، والباقي بس اسم الله
هو اللي باقي والله فوق الجميع. النهاردة أعلن الكابتن محمد كوفي لاعب الزمالك السابق ولاعب منتخب بوركينا فاسو، واللاعب ده أنا كنت بحبه قوي قوي قوي، أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي. كتب البوركيني محمد كوفي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: مرحبا جميعا، اليوم أحد أهم وأصعب أيام حياتي الرياضية، حان الوقت الآن للتوديع. بدأت رحلتي في لحظة كرة القدم منذ 30 عاما، وقد كانت طويلة جدا كما هو الحال في جميع الطرق. كانت هناك أوقات جيدة وأوقات طيبة، أقل وفرح، لكن أيضا حزن. في هذه المرحلة من حياتي وبالنظر إلى الوراء يمكنني القول بالتأكيد أن الأمر يستحق ذلك. كنت محظوظا بما يكفي لأتمكن من تكريس نفسي بشكل احترافي لما يسرني وسعدني في كرة القدم. اللاعب الجميل اللي عنده 35 عام لعب للزمالك من 2014 ل 2017، وليه صورة شهيرة كانت نشرت من أعتقد شهر أو ثلاث أسابيع حاجة زي كده، وواقف قدام بوابة نادي الزمالك وبيشاور وبيقول بيتي، لو تفتكروا الصورة دي. النهاردة منتخب تونس أعلن القائمة بتاعته. في كلام إن ساسي خرج من القائمة، ولكن تأكد بشكل كبير إن حمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري ولاعب الأهلي علي معلول ضمن القائمة. فبالتوفيق لمنتخب تونس، وياريت أخونا المحترم المسلوسي يبعث لنا رسالة نطمن على الفريق. الخطيب تدعم أم تنتقد مرتضى منصور؟ خلي بالكم معايا، وخلي بالك يا أستاذ جودت، أستاذ ابتسام أحمد منورة ست الكل، أستاذ أحمد محمود ربنا يديك الصحة ويفرح قلبك فرح كبير جدا زي ما فرحتني بيك اليوم. الخطيب تدعم أم تنتقد مرتضى منصور؟ هل أصول نقول الخطيب يدعم ولا الخطيب تدعم؟ الخطيب تدعم هنا مؤنث. طب مين الخطيب دي؟ الخطيب دي واحدة اسمها ياسمين الخطيب، الإعلامية ياسمين الخطيب. ما طالما بقى الإعلام بقى هيشيك بالشيك، يبقى هي كمان تقول عن نفسها إعلامية. أنا بصراحة أول مرة أسمعنا، أو يمكن كنت بشوف كده أسماء بس عمري ما دورت. لا مش بنت وما نجات، هحكي لك القصة، بس عمري ما دورت ورا حاجة. لقيتها عاملة تويتر بتتكلم عن مستشار مرتضى منصور، ما عرفش بتأيده ولا بتشتمه. أنا هقول لكم وانتوا تقولوا الحقيقة. بس لما لقيت، قلت لما اشوف مين الاعلامية ياسمين الخطيب دي، يمكن مثلا واحدة في اليونيسيف، في البي بي سي، في رويترز، حاجة كبيرة كده ولا بتاع. وللأسف ما لقيتهاش اي حاجة. انا كتبت بس في جوجل، يا رب ما كنتش قفلته، قدامه. كتبت في جوجل ياسمين الخطيب وقلت لما اشوف هتديني ايه. اولا طلعت لي صور، اللهم اني صايم ماشي. تاني حاجة عن العناوين بقى: معارك ياسمين الخطيب مع الرجالة. ياسمين الخطيب اللي تجوز ست حلوة لازم يكون بالبلدي كده قدها. ياسمين الخطيب: اكتر لحظة حسيت فيها اني حرة لما اتطلقت. دي العناوين اللي في جوجل، اكتب وهيطلع لك زيي. عنوان تاني: تعرف على عدد زيجات وأبناء ياسمين الخطيب بعد زواجها. من مستشار إلى رجل أعمال، حكاية أربع زيجات في حياة ياسمين الخطيب. دي كل المعلومات عن اللي بتقول عن نفسها ياسمين الخطيب. طيب يا ست ياسمين، مالك بقى ومال الزمالك ومالك ومال مرتضى منصور؟ إيه اللي بيقربك من الخط؟ خط النار ده. قالت الست ياسمين في تويتر: مرتضى منصور هينجح في انتخابات الزمالك باكتساح. والله يا ست شكرا يا ست الكل، ربنا يخليك. وان لم يرضى عنه الجمهور. يعني ايه بقى؟ انتوا هينجح باكتساح ولا الجمهور مش راضي عنه؟ ما تلعبناش بقى، بتدي حته وبتاخد مننا حته. ماشي يا ست ياسمين، هنمشيها. أعضاء الجمعية العمومية هم اللي بيحددوا مصير مجلس الإدارة، وعضو النادي لا يعنيه الزمالك خد كام بطولة بقدر ما يعنيه جودة الخدمات داخل النادي. أنت كده بتشتم حضرتك أعضاء النادي، يعني إن هم متخلفين وما بيقفوش جنب الفريق
المهم عندهم الكرسي والشمسية. ماشي يا ستي، يرد عليك الأعضاء مش هرد أنا. الأمر اللي فعلا مرتضى حقق فيه إنجازات، يعني مرتضى حقق إنجازات في الكرسي والشمسية، يبقى كده بتشتم مرتضى بغض النظر عن بشاعة البوابات. لا كده بتهزق المستشار مرتضى. فأنا مش عارف هو كل اللي اسمه خطيب عنده حساسية من مرتضى منصور؟ طب فين انتوا يا رجاله يا ماجيه مش تدافعوا عن مستشار مرتضى في واحده عماله تهزق يمين وشمال؟ ليه كل الناس بتسيب النقلات الجريء هي اللي تدافع؟ مظبوط يا استاذ انتصار. فليه بتسيبوا حد زي ده يطلع؟ انا يعني على فكره الاعلاميه ياسمين الخطيب ما فيهاش حاجه كويسه غير هي ولادها هم ولاد المستشار احمد جلال ابراهيم. يعني هي كانت متجوزه المستشار احمد جلال ابراهيم، دي الحاجه القاعده الكويسه في حياتها. اما تقول لك بقى مرتضى الجمهور مش راضي عنه، الجمهور اعضاء الزمالك مش مهم عندهم البطولات، المهم عندهم الخدمات، وده اللي حقق فيه مرتضى انجازات بغض النظر عن بشاعه البوابات. طب انت بتأيد الراجل ولا انت بتضيعيه؟ انت كده بتضيعيه. مين اللي زقها علينا؟ الله اعلم. بس دي برضو نموذج من الناس اللي بيقول عليهم اعلى. وهتلاقي بقى كل المغيبات والمطاريد والرجال رايحين عندها يقول ما شاء الله عليكي، انت مفيش زيك، انت احسن واحده في الدنيا، هتعمل لنا لايف امتى؟ هتعمل لنا مش عارف ايه امتى؟ على كل حال انا شايف ان التويته دي بتوقع مرتضى منصور، وعلى مرتضى منصور انه يدافع عن نفسه برضه. نيجي لأمير القلوب حبيب الملايين اللي بيسمع الكلام وبيدافع عن الزمالك بكل إخلاص. امبارح اتكلمنا عن قضية شيكابالا وحللناها، وأشكر الأخوة المحترمين اللي ساعدهم أسلوب قناة الجريء وتحليلها للموضوع. والحمد لله ولله الحمد، أمير مرتضى أعلن اليوم إنه هيتدخل بشكل رسمي لإنهاء أزمة شيكابالا. ومجلس الإدارة كمان كلف أمير بشكل رسمي بالتدخل لحل مشكلة شيكابالا. طيب في حد قدر إنه يتكلم عن قضية شيكابالا بواقع حقيقي؟ لا مفيش. كل الناس ما بين ناس بتهاجم شيكابالا ومن ناس بتسرب معلومات إن شيكابالا رايح يحترف بره كأنها عملية مدبرة لذبح شيكابالا. على فكرة شيكابالا اصول ما مشيش، بقى عمال لك ساعات بقى يقول لك رايح الدوري السعودي، جاي له عرض مش عارف ايه. كل الكلام اللي احنا نقدر نقوله ان مسؤول عن حل المشكله هو المجلس الحالي اللي في ايديه المسؤوليه، وان الاستاذ امير مرتضى منصور امير القلوب تدخل بالفعل وقعد مع شيكابالا وطمنه وقال له هيتعدل العقد وافضل حل هيتم ليك، افضل حل هيتم ليك. وطلب منه كمان عشان تعرفوا امير بيفكر ازاي، امير طلب من شيكابالا عدم الحديث عن هذا الامر لحين عقد جلسه والوصول الى حل مناسب وعدم نشر اي جديد بشان هذا الامر. وامير قال له انه سوف يتم تعديل بعض البنود في تعاقده والحفاظ على حقه، وسيتم اعلان كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي خلال الايام المقبله. اطمنتوا يا زملكاويه، كده موضوع شيكابالا ما يقلقش وخلاص في ايدين امينه، وزي ما طرحنا امبارح قلنا ممكن يتعدل العقد وممكن يتغير وممكن يتحط البنود الصح. البعض بيقول شيكابالا هيسافر، ده كلها لجان همجيه بتحاول تاذي لاعب كبير، كابتن اسطوره مصر، كابتن الزمالك، احسن لاعب في الدنيا، بيحاولوا يؤذوه. لكن هيهات هو باقي وسيقود الزمالك وهيتعدل عقده، ودي مسؤوليه الاداره، وعيب ان الاداره تتخلى عن هذا الموضوع. ولكن بعد حلقتنا الرائعه مجلس الاداره كلف امير، امير قعد معاه قال له هيتعدل البنود اللي انت عايزه، ما فيش اي مشكله، وهنعمل مؤتمر صحفي ونعلن البطوله. وكده كده مجلس الاداره الحالي كسب بونت، مجلس الإدارة الحالي كسب بنط. أما كان الموضوع يكبر ويصار ونروح بقى في قصة إن شيكابالا عايز يمشي،
واللجنه دي ولا اللجنه دي اكيد كان الزمالك هو اللي هيخسر، واكيد اللي كان ورا الموضوع ده هو اللي خسر الان. كمان علمنا اليوم ان الكابتن محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك استنجد بامير مرتضى منصور وقال له الحقني يا امير، العقد بتاعي في بند خطير جدا خاص بالضرائب ومين متحملها في العقد. وقعد مع امير وسمع لشكواه وقال له ما تنساش ان العقد ده انا كنت مطيه مع المستشار قبل تجميده، وفي العقد مبلغ 700,000 جنيه تم خصمهم لصالح الضرائب بدون وجه حق حسب شرح الكابتن محمد عبد الغني. وقال له كمان ان انا قعدت مع اللجان السابقه اللي كانت تدير النادي لمحاوله حل الامر لكن دون جدوى. امير قال للاعب انه سيحاول حل الامر وجاري الان مراجعه كل العقود للوقوف على المشاكل الموجود بيها. اللي بيسال عن هذا الموضوع مش اللجان، بيسال عنه لما اتمضى مع المستشار كان النقطه بتاعت الضرائب مش واضحه، فاللجان خصمت منه 700,000 جنيه ضرائب بدون وجه حق. ننقل على موضوع زيزو نجم الزمالك احمد سيد زيزو، ملف خطير. هو لاعب اخر هكلمكم عليه بعدين، خطر جدا، والاخطر هو تجاهل الاداره حاليا ان هم يخلصوا معاه هذه المشكله. كلام جاي من المملكه العربيه السعوديه ان الاهلي بيخلص في موضوع احمد سيد زيزو. الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره الزمالك قال ما وصلتناش اي عروض في الفتره الاخيره من النادي السعودي لضم زيزو، وانه من الصعب التفريط في زيزو خلال الفتره دي في ظل حرمان الزمالك من التعاقدات. الاستاذ مصطفى سيد والد زيزو قال انه مفيش مفاوضات مباشره من قبل نادي اهلي جده مع زيزو في الفتره الحاليه ضمه في المستقبل القريب، وقال انه تلقى بس عده عروض تركيه وقطريه واوروبيه ولكن سيكون التفكير فيها خلال فتره الانتقالات الصيفيه وليست الشتويه. زيزو عنده 28 سنه بيلعب في الزمالك من 2018 وحقق 5 ألقاب مع الزمالك. على كل حال احنا بنقول الموضوع ده ليه؟ عقد زيزو في ثغره، يمكن احنا حكيناها امبارح، في ثغره تسمح له بالرحيل في اي وقت. طيب ممكن استاذنكم بس ناخد رساله عشان صوتي تعب، وبعتذر بعتذر بعتذر. هناخد رساله سريعه وبعتذر والله، لان يعني انا صوتي يعني مهلك في برامج وفي اشغال تانية، فمعلش انا بحاول اكون معاكم غصب عني، ولكن ربنا يسهل. وايه ناخد رساله جميله الجميلات والاستاذ دعاء زموره ونشوف بتكلمنا عن مين. اكيد بتكلمنا عن نجم جميل اليوم. نسمع الاستاذ دعاء وبعدين اكمل معاكم ملفات خطيرة جدا جدا، وهي هي ساعات حبس الأنفاس في الزمالك وإيه اللي هيحصل وإيه اللي ممكن يحصل ومين النجم اللي هيمشي من الزمالك في يناير القادم. فنسمع الأستاذة دعاء زمورة. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك أخي الجريء، وتحياتي لأسرة قناة الجريء، القناة المحترمة، قناة عنوان الحقيقة. طبعا النهارده، طبعا احنا في حكايه نجمنا النهارده نجم ملوش مثيل، نجمنا النهارده صاحب اخلاق رفيعه جدا، نجمنا كل الناس بتحكي عنه، يعني من اول سنه 78 من ساعه الموقف اللي حصل له والناس كلها بتحكي عنه، حتى الاجيال الموجوده حاليا دي بتحكي عنه. بدات قصه نجمنا في محافظة بني سويف امتى بقى؟ شهر نوفمبر سنة 1952 وهو تاريخ ميلاده. ده مين ده اللي انا بتكلم عنه؟ ده الكابتن علي خليل لاعب نادي الزمالك. طيب نشوف كده هو نشأ ازاي. هو نشأ في أسرة كروية، باباه كان لاعب كرة وكان كمان مدرب، وكان هو اللي بيدربه في نادي بني سويف.
وهو برضو كان بيحب الزمالك جدا من صغره في سنة 1969. وطبعا لما طبعا طبعا زي ما انتوا عارفين بقى ساعتها بقى الناس اللي هم كانوا بيروحوا يشوفوا اللعيبة راحوا شافوه في بني سويف واخدوه من بني سويف لنادي الزمالك. الكلام ده سنة 1969. اول مباراه رسميه ظهر فيها كان بيلعب مع رسميه، لان هو اصلا في الاول هو ظهر في مباراه وديه وكان بيلعب مع كان واحرز هدفين في المباراه دي، وكان بديل يعني هو كان بديل ونزل في المباراه الوديه احرز هدفين. اما اول بقى مباراه رسميه ماشي كانت امام نادي الشمس، واحرز ساعتها ست احرز ساعتها 5 اهداف ماشي. وكان والمباراة دي انتهت 19-0 للزمالك. الكلام ده كان سنة 1970. حكاية النجم ده حكاية جميلة جدا جدا، والواحد لما يقعد كده ما يزهقش منه ما يزهقش منها، لأنه كان نجم غير يعني غير يعني نجم فوق العادة، نجم غير عادي اصلا. هو اصلا يا جماعه اللي ما يعرفوش برضه واللي ما حضرهوش، هو اصلا بيلعب سترايكر او مركز راس حربه خلاص. وطبعا جيل بقى السبعينات بقى اللي هو بقى الجيل بقى بتاع فاروق جعفر وحسن شحاته واللعيبه الحلوه دي خلاص. الجيل ده طبعا كان جيل جميل جدا. طيب نحكي بقى عن الموقف اللي حصل له ونشوف ايه اللي حصل. كان بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1978 كان نهاية الراوند الأول في الدوري الممتاز، وكانت المباراة على استاد الإسماعيلية بين الإسماعيلي والزمالك. وكان في ذاك الوقت بقى الجمهور يعني بيخش بال50 و60 ألف في الاستاد مش زي دلوقتي. إيه اللي حصل؟ الكابتن علي خليل جاب الكورة جوه الجول، ومين كان الحكم بقى؟ كان الحكم احمد بليه. على فكره احنا السنه اللي هي اللي سنه 78 دي احنا خسرنا الدوري بسبب الموقف ده. هقول لكم انا بقى ايه اللي حصل، بس هو سبحان الله في السنه دي اخد هداف الدوري والكاس ده الكابتن علي خليل. ايه اللي حصل؟ هو جاب جول، فطبعا جمهور الاسماعيلي صار جدا لان هو جاب جول، لان لو كان يعني كسبنا كنا احنا تصدرنا المشهد يعني وخدنا الدوري السنه دي. طيب ايه بقى اللي حصل سنه 1000 ايه اللي حصل ساعتها بقى سنه 1978؟ طبعا الجمهور صار جدا ماشي. كان الاثاره يا جماعه غير دلوقتي، كانوا زمان بيحبوا الكره الجمهور من قلبهم يعني اسماعيلي اتحاد مصري زمالك كل الناس دي كانت تحب الكوره للكوره، ما كانش في حاجه اسمها عندهم ماديات وكده. المهم طبعا فكان الكابتن علي ابو جريشه كان موجود في الاستاد وراح للحكم قال له اسال علي خليل اذا كانت الكوره جوه الجون ولا لا، لان هو الحكم حسب الجون اصلا. والجمهور طبعا عمل يعني صار بقى وجل في الاستاد لدرجه ان هم كانوا خلاص هينزلوا الملعب. فراح الحكم احمد بلال في ذاك الوقت سال مين؟ سال علي خليل قال له الكره دي ده تخطت او تجاوزت خط المرمى ولا لا؟ قال له لا، وفعلا ما حسبش الجون. ولكن جمهور الزمالك ساعتها زعل منه جدا ان هو قال له يعني ان الكوره مش جون. حتى كان كمان واقف جنبه الكابتن فاروق جعفر، وطبعا يعني هو قال له قول الحقيقه يعني قول الحق قول اللي حصل. فهو الكابتن علي طبعا قال لا الكوره دي ما هياش جون. وطبعا الـ 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 يعني في ذات الوقت بقى الصحف والجرايد حكت عنه وشافت موقفه عامل ازاي وشافت ايه اللي بيحصل. يعني كان موقف غريب جدا، وربنا كافئه واخد طبعا زي ما قلت لكم كده يعني هداف الدوري والكاس في هذا الموسم يعني. طيب هو انجازاته ايه بقى مع الزمالك؟ انجازاته مع الزمالك ان هو اخد بطوله دوري وبطوله كاس مصر 3 مرات. يعني هو اخد بطوله دوري مره واخد بطوله كاس مصر 3 مرات. طيب اعتزل امتى وايه اللي حصل بعد ما اعتزل وهو فين دلوقتي؟ هنقول طبعا هو اعتزل سنه 1982. اعتزل سنه 1982 او يعني مشي من الزمالك سنه 1982، لان هو اصلا ما لعبش غير للزمالك.
مع انه اتعرض عليه بعد كده لانه لكنه مرضوش يعني اعتزل. ليه؟ لان او مشي ليه من الزمالك لانه كان في خلافات بينه وبين الكابتن حسن حلمي او محمد حسن حلمي دمورة يعني. خلاص طيب اتجه بعد كده طبعا علي خليل للتدريب ده ان هو يدرس مجال التدريب. وفعلا علي خليل درس يا جماعه مجال التدريب وكان بيشتغل في الامارات، قعد فتره طويله في الامارات، ويعني هو اللي روى عن نفسه ان هو قال انا درست كل المدارس التدريبيه، يعني فالفرد المدرسه الفرنسيه المدرسه الهولنديه، يعني كده ان درس كل المدارس الخططيه والتدريبيه. وكمان يعني هو عمل كتير قوي بالامارات واشتغل ويعني شغله كان باين عليه جدا وبالذات في قطاعات الناشئين بقى. طيب هو دلوقتي ماسك ايه؟ هو دلوقتي ماسك طبعا ايه مدرسه الكره بالزمالك خلاص، وبيقول ان هو ده على لسانه برضه ان هو بيعلم الولاد الصغيرين التأسيس الصحيح، وبيقول كمان ان لازم المدرب اللي هو يكون في يشتغل في مدرسة الكورة او في قطاعات الناشئين يكون هو كمان متأسس صح عشان يأسس اللعيبة صح او اللاعب او الناشئ او الطفل الصغير ده بطريقة كويسة وعلمية وصحيحة. طيب مسيرته الدولية بقى، طبعا هو لعب منتخب مصر اكتر من 10 سنين، وطبعا خدم مصر كتير يعني وما شاء الله يعني هو يعني حد محترم. طيب علي خليل بقى، علشان بس قبل ما اختم رسالته يعني رسالتي دي او كده، علي خليل عنده كان يعني اخ اسمه طارق خليل، طبعا انتوا عارفين ان هو كان برضو من بني سويف، يعني هو كان طارق ده من بني سويف، فعرض على الزمالك ان هو ياخده بس بشرطه بقى بني سويف ان الزمالك يروح يلعب ماتش ودي وياخده الاستاد مجانا، ولكن الزمالك رفض وقال له هو بيحب الزمالك هيروح. مين بقى اللي اخذ طارق خليل يا جماعه؟ الاهلي. طبعا راحوا عملوا مباراه وديه فعلا في بني سويف واعطوهم هدايا ورسوم، انتوا عارفينهم يعني ما شاء الله في الموضوع دي ما بيبطلوش يعني. علي خليل دلوقتي طبعا زي ما قلت لكم هو ماسك مدرسه الكوره في نادي الزمالك، هو المسؤول عن الاكاديميات في النادي كله خلاص، بيأسس اللعيبه طبعا على مستوى وطراز علمي صحيح. يمكن برضو الحاجه اللي انا حابه اقولها واذكرها عن علي خليل، علي خليل ده كانوا المدافعين بيخافوا منه، ف يعني كانوا بيخافوا منه جدا جدا، يعني المدافعين كانوا بيخافوا منه، وأمطر شباك الأهلي في 3 أهداف، يعني حط هو في مباراة القمة 3 أهداف. علي خليل يعني حكايته ما بتخلص، حكايته جميلة جدا ما بتخلص. وموضوع اللي هو الهدف اللي هو يعني بتاع السادة الإسماعيلية ده بتاع يوم 4 ديسمبر سنة 1978 ده يا جماعة فضل في الذاكرة، يعني فضل في الذاكرة حتى الناس اللي هي موجود اللي هي اللي ما شافتهوش، لا الموضوع دوت في ذاكرة يعني أهاليهم بيحكي لهم عنه من كتر ما هو قدوة ليهم، المفروض ان هو كده أخلاقه عالية جدا جدا، يعني رفض ان فريقه يكسب علشان خاطر كلمة حق، عشان خاطر الهدف مش جول. هي دي مبادئ الزمالك، هي دي مبادئ الزمالك. احنا طول عمرنا ما بناخدش ولا اهداف حرام ولا بطولات حرام ولا اي حاجه خالص، احنا كده سبحان الله طلعنا كده نكسب نخسر بمجهودنا ده، وده الحمد لله الحمد لله ان احنا بنربي طبعا اخواتنا ويعني بربي طبعا بنات اخواتي على كده، انتوا بتشجعوا الزمالك شجعوه، خسرنا كسبنا شجعوه برضو، ما فيش حاجة اسمها ان احنا بنشجع الزمالك عشان بطولات. وهي دي قصة علي خليل الفاز، علي خليل الهداف، علي خليل المقاتل، علي خليل راعب المدافعين، علي خليل قول زي ما انت عايز تقول قول. انا بشكرك جدا اخي الجريء، واشكر كل الناس اللي سمعت الرسالة او هتسمع الرسالة. انا بتمنى لكم يا رب سهرة سعيدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اللي بنشكرك يا دعاء، يا جميلة الجميلات، يا فاتنة الفاتنات بالقلب وليست بالكلمات. نشكرك يا ست الكل، ربنا يخليك لينا يا رب.
مرة أخرى برحب بالأستاذ أحمد محمود والأستاذ هاني حمدي، وأرجو منهم التواصل معايا الخاص لأن عندنا ليهم مفاجأة كبيرة. أستاذ أحمد محمود موجود؟ أستاذ أحمد محمود لو موجود يكتب لي على التكست، والأستاذ هاني حمدي المحترم أي وقت يكونوا موجودين يتواصلوا معايا عبر ماسنجر الفيسبوك أو الآن. نطمن لوجودهم ونشكرهم جزيل الشكر. في كل زمان هناك النبلاء، ومن هؤلاء النبلاء الأستاذ أحمد محمود من قنا والأستاذ هاني حمدي، لهم كل المحبة وكل التقدير وكل الاحترام. وبارك الله في دعاء زمورة ومفاجآت دعاء زمورة الجميلة الرقيقة. أول ما قلنا رسالة أستاذ دعاء خرج حوالي 40 50 واحد كده، وده أحسن عشان هما مش ودانهم مش نظيفة ما تسمعش الكلام الجميل. مع ألف مليون مليار شليون سلام. شكرا دعاء زمورة الزملكاوية النظيفة الأصيلة اللي بيطلع من بقها كلام يتعمل بقى سلاسل وحلقان وغوايش، كلام ذهب. انت ذهب يا دعاء وربنا يديك الصحة. في لعب في الزمالك كلنا بنحبه، ولكن واضح انه هيمشي قريب من الزمالك. اللاعب ده هو حبة الكريز مصطفى فتحي. طب الناس دلوقتي هتقول لك ايه ده متشائم، ده بيعمل، لا احنا بنحذر، احنا بنضرب جرس، بنقول يا مجلس يا مستشار يا امير يا احمد يا مرشحين انقذونا. لما قناة الجريء تضرب جرس الانذار مش معناها ان قناة الجريء ضد الزمالك ولا قبطة ولا هبل من الناس اللي بتضرب حشيش وبتطلع تقول الكلام ده، ده معناه ان احنا بنضرب جرس الانذار. وثقوا اللي احنا هنقوله دلوقتي هيجي لنا رد عليه بالليل قبل ما نقفل او بكره الصبح، والايام بيننا. مصطفى فتحي حبه الكريز ونجم الزمالك ومن افضل اللعيبه بالزمالك، قاب قوسين او ادنى ان هو يمشي في فتره الانتقالات الشتويه الجايه. ليه؟ اولا من حقه انه يوقع ويمشي لاي نادي، وفي بند في عقله بيديه الحق في كده. ثانيا في تجاهل ليه لتظبيط حقوقه داخل نادي الزمالك، وممكن الزمالك يخسر كل حاجه بسبب هذا التجاهل. واللاعب حاسس، او خلينا نقولها بوضوح كده، عنده ازمه، عنده ازمه ما، فبندق جرس الانذار. اللاعب جاي له عروض كويسة أوي 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 أوي، وفي ناس يعني شبه إن عايزين يخلصوه. عقده بيسمح ليه إنه يمشي، تجاهل الإدارة ليه بيسمح ليه إنه يمشي، ظروفه الخاصة بتسمح ليه إنه يمشي. فجرس الإنذار كلام حلو أهو، وليس فيه هجوم وليس فيه أي حاجة، جرس الإنذار مع المستشار أخونا الغالي أمير، أستاذنا المحترم احمد، عشان دول اللي هنكلمهم، عشان انا بعتبر دول اللي بيشتغلوا. من فضلكم في لعيبه كده في الزمالك خط احمر. وعلى فكره مصطفى فتحي عامل موسم جميل جدا مع الزمالك، هو وزيزو بصراحه، وبن شرقي الحق يتقال. يعني احنا ممكن ناخد بطوله افريقيا، ممكن ناخد الدوري لو اللعيبه دي استمرت، الثلاثه دول بالذات، واخرين بقى، واخرين زي الونش وطارق حامد، دول ما يعني دول اعمده ما تقدرش نتكلم عنها. فلا مش هيروح الاهلي خالص، استاذ هدى مش رايح الاهلي، انما ممكن يروح الخليج. بتتحط فلوس جامده قوي، بتتحط فلوس جامده قوي في مصطفى فتحي، وممكن النادي الزمالك يخسر كل شيء. فرجاء شوفوا بنتكلم بأدب وذوق وهدوء، ولا منفعلين ولا بنتهم قد اي حد بالخيانه ولا بنشتم اي حد. رجاء قبل ما الفاس ما تقع في الراس، اليوم 30 ديسمبر بعد ساعة تقريبا أو نص ساعة هيبقى 31، بعدها واحد سنة جديدة، سنة سعيدة عليكم كلكم يا رب. ولكن من حقه من 1 يناير إن يقول لكم باي باي ويمشي، وبعد كده يعني ما تزعلوش مننا، شكلكم هيبقى وحش قوي قوي قوي. كفاية كده وندخل في الموضوع البهروز قبل ما يرجعوا الناس الايه اللي جريت لما عرفت ان في فويسات. تحت شعار ساعات حبس الانفاس، كلنا اعتقد ان حضراتكم برضو والمرشحين وكل الناس اللي
المحترم اكيد كل لحظه والتانيه قلقانين. هو طلع قرار من اللجنه الاولمبيه، هي اللجنه الاولمبيه رجعت اسماء المرشحين، الزمالك فوق صفيح ساخن، فوق صفيح اللجنه الساخن، ده اللي انا قلته. ليه؟ لان اللجنه الاولمبيه بين ساعه واخرى هتطلع قرار. عايز اقول ايه، في ناس هتستبعد، في ناس هتستبعد من المشهد الانتخابي، مش عايزين نضرب اخماس في اسداس، محدش يعرف مين اللي هيستبعده، بس في اسماء 3 4 5 6 هيتم استبعادها ناس، هيتم استبعاد ناس، في مرشحين كبار، فربنا يستر على الزمالك، مش هقول اكتر من كده. فيها فور صدور القرار هعمل لكم ان شاء الله، بس وان شاء الله يكون معايا في البث 10 الاخوه اللي عندهم مشكله في ما بيجيلهمش اشعار يدخلوا على الجرس كل اسبوع مره وفعل الجرس. مش هقدر المح لان في كلام هنا وكلام هنا وكلام هنا. انا اللي واصل لحد دلوقتي 4 اسماء، وما يعني خليني عشان ايه احترم المصدر، المصدر قال لي، بس انا بقول يا رب ما يستبعدوش حد. يعني خلي بالكم رؤيتي الشخصيه او رايي الشخصي لا يتم استبعاد اي شخص، وما فيش حد يضغط على حد، وما فيش حد يطفش حد، وما فيش حد يحجر على حد. اتركوا اعضاء الجمعيه العموميه ياخدوا قرارهم الاصلح لمصلحه نادي الزمالك. النتيجه قايمه واحده مستحيل، مستحيل. ليه؟ لانه سوق الجمعه، ولا سوق اللي هو بتاع اللي مليان ناس من كل حته، المحترمين هيتوهوا في السوق ده. وللاسف بحكم ان انا حضرت انتخابات كتيره في الزمالك، للاسف انتخابات الزمالك تحكمها تكتلات، مش تحكمها زي ما قالت الاخت الخطيب دي اسمها ايه؟ اسماعيل الخطيب، ان هو اعضاء الزمالك يهمهم يعني القعده والخدمات، لا لا لا، في تكتلات تحكم انتخابات الزمالك. بمعنى، او اكبر دليل الانتخابات اللي فاتت، يعني المستشار مرتضى كان مكتسح وبطولات وانجازات واحسن لعيبه، ودخلوا 2 هاني عبتال وعبد الله جورج. فاذا التكتلات هي اللي تحكم الانتخابات. المره دي في محاولات لتفتيت الاصوات اللي هيتاذي فيها المحترمين، يعني ممكن نلاقي الكابتن جمال عبد الحميد مثلا مش داخل مع انه محترم، واحنا عايزين حد بتاع كوره يبقى في المجلس و و و و انا بدي على سبيل المثال. ممكن نلاقي الاخ صبحي عبد السلام وهو محترم جدا جدا، وانا شايفه من انبل واحسن الناس اللي يستحق، بس مش يقعدوا يبقى نائب، يبقى وكيل، يبقى مدير، يبقى حاجه كبيره في الزمالك، بسبب هذه التكتلات ممكن نلاقي رايح. فهي مش بالكفاءه. خلينا نرجع للجنه الاولمبيه. الكلام الذي يتوارد من ناس كبيره ان هيتم استبعاد ناس 4 5، انا امنيتي و رغبتي ان ما يتمش استبعاد اي حد، رغبتي الشخصيه لا يتم استبعاد اي حد. في كلام وصل لي دلوقتي ان اشرف بن شرقي ربما ينضم فجأة الى منتخب المغرب، لان في لاعب اسمه عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي برشلونة الاسباني اختار انه ما يمثلش المغرب ويمثل منتخب اسباني، فربنا يوفقه على كل حال. على كل على فكرة امبارح احنا قلنا ان هم غلط ان يسافروا، وعلمت انهم ما زالوا موجودين في مصر فعلا. زي ما قلت ماما سعاد، الاول بنبارك لماما سعاد، اللي نسيت اقول لكم ماما سعاد جالها عفيف زملكاوي جميل، الف مبروك يا ماما سعاد، ربنا يحفظه لوالديه ويكون قرة عين جدته، الحمد لله على سلامة الزملكاوي الجميل. ماما سعاد الغالية الف الف مليون مبروك على الحفيد الجميل. والله في كل واحد ليه كلام، كل واحد يا استاذة نوال ليه كلام، فانا مش عايز اخوض غير لما يطلع قرار. حتى انا قلت ان احنا مش هنبتدي نتكلم عن المرشحين والحاجات دي غير لما يطلع قرار
في هذا الشأن يا غاليين. ألف مبروك مامو سعاد، ألف ألف مبروك. سميتوه إيه بقى؟ يتربى في عزكم يا رب. طيب نسمع رسالة وبعدين نقول لكم شوية أخبار بين الرسائل يا أجمل ناس في الكون. سميتوه شيكا؟ مامو سعاد كتبت اسمه ولا لسه؟ والله أخبار مفرحة. اوعى تكونوا سميتوه جريء ويطلع يعمل قناة وينافسني. ربنا يحفظ يا رب. طب نسمع الجريء للاستشارات القانونية والجريء بتاعنا الغالي المستشار الأسواني، أجرأ جريء في الوجود وزعيم عائلة الجريء. معلش لازم امسك الموبايل في ايدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك صديقي الكريم والجروب الجميل. النهاردة ان شاء الله بنتكلم في المادة 120 من قانون العقوبات. طبعا المادة بتقول، من قانون العقوبات بتقول، كل موظف توسط لدى قاضي أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري. يبقى المادة 120 خطيرة جدا، بتقول إن أي موظف، كل موظف توسط لدى قاضي، راح للقاضي أو للمحكمة لصالح أحد الخصوم، يعني راح وقال له الراجل ده يا قاضي، سيادة القاضي أو للمحكمة بقول الراجل ده تبعي وعايزه تحكموا له في قضية عندكم، أو الراجل ده في قضية عندكم أنا عايزك تحكموا عليه، يبقى لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به. طيب الرجل اللي توسط ده له 4 حاجات يعملهم مع القاضي أو المحكمة علشان يتوسط. التوسط ده إما عن طريق التوسط ده عن طريق الأمر، يؤمر، أو عن طريق يطلب، انا بطلب كذا اعملوا كذا، اقول لهم افعلوا ذلك، انا عايز تحكموا الراجل ده لصالحه او تحكموا ضده، او يطلب منهم احكموا الراجل ده او احكموا ضده، او رجاء ارجوكم حاجه يترجاهم يعني، او توصيه يوصي القاضي او المحكمه ان تحكم هذا الرجل أو تحكم عليه. طيب إيه اللي يحصل للرجل التوسط ده لدى القاضي أو المحكمة؟ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري. يعني الحكم هنا جوازي للمحكمة إن تحكم عليه بالحبس أو بالغرامة. وأنا أرى بحقيقة إن المشرع المصري لازم يتدخل في هذا الأمر، إن يحكم بالحبس والغرامة، يعني يشيل الحرف أول، يشيل الحرف الألف ده، يبقى 6 أشهر وبغرامة، و6 أشهر دول يكون أقل حاجة 3 سنين مدة الحبس، لأن فعلا ده خطأ كبير جدا وحاجة خطيرة جدا. فلازم الرجل اللي يتوسط، الموظف اللي يتوسط لدى قاضي أو محكمة، إن يتحكم عليه أقل حاجة 3 سنوات، وغرامة أقل حاجة، وغرامة كمان أقل حاجة 50,000 جنيه.
طبعا مادة رهيبة جدا ومادة خطيرة جدا، ونتمنى إن المشرع المصري يتدخل لتعديلها، يتدخل لتعديل العقوبة، يكون الحبس وجوبي وليس جوازي، والغرامة تكون كبيرة جدا جدا. تحياتي، أنا سعيد جدا، تحياتي لكم، وتصبحوا على خير. أخوكم مستشار أحمد الأسواني. شكرا لمستشارنا الجليل المستشار احمد الاسواني، وهو بيسجل من الشغل يا جماعه عشان بيبعت لي رساله بدري، بيسجل من الشغل، ربنا يديله الصحه وطول العمر. دايما بخلي شويه اخبار كده بين الفقرات بتاعت بالليل عشان انا عارف بيخرج المرتزقه وبيبقى معانا ناس كويسه، فبخليها لكم. المستشار مرتضى منصور عمل قرار النهارده لازم نشيد بيه ونقول، يعني قرار لاول مره في الانديه المصريه، حيث اعلن المستشار مرتضى منصور اليوم وأرسل توجيهاته إلى المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك بمنع باتا نشر اسم أو صورة رئيس مجلس الإدارة أو أي نوع من الدعاية الانتخابية، حفاظا على الحيادية التامة وتكافؤ الفرص بين جميع السادة المرشحين للدورة الانتخابية الحالية. قرار لأول مرة في تاريخ الأندية لازم نشيد بيه ونرفع القبعة للمستشار مرتضى منصور، عشان الحيادية ستتوقف قناة النادي والمنظومة الإعلامية عن نشر اسم وصور المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة اللي هم داخلين الانتخابات، وذلك ليكون في حيادية بين جميع الأطراف. أتمنى من كل الأندية إن هي تنتهج نفس هذا النهج الجميل والمحترم جدا، إشادة من قناة الجريء للمستشار المحترم مرتضى منصور انه خد قرار زي ده يا غاليين. خلينا نقول مع بعض رساله جميله من الاستاذ عبد الله فرج. الاستاذ عبد الله فرج بعت رساله حلوه قوي، نسمعها مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سعيد ان انا بتواصل مع حضرتك لانك انسان محترم وصحفي محترم، وقناه الجريء انا بصراحه من ساعه ما اختلفت معاه في بعض الاراء، ولكن لقيتهم لما تبقى في حاجة كويسة بيعلنوا عنها، فأنا من ساعتها وأنا بحترم جدا القناة وحضرتك. أنا لما جات لي الفكرة بتاعت الاتحاد الدولي والفيفا أجلوا الانضمام اللاعيبة الدوليين لحد يوم 3، فقلت ما فرصة لو الناس عايزة يعني في عدل وعايزة تحل ويبقى في عندها أفكار، ما كانت فرصة اللي يعملوا ماتش الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يعملوا في نفس اليوم اللي كان هينعمل فيه الدوري، ويأجلوا انضمام اللعبة ليوم 3، ونبقى كده خلصنا من ماتش عامل أزمة، ماتش كاس مصر اللي هو من دور للتمانية كان الأهلي وبيراميدز يلعبوا في نفس اليوم يوم 31، وبالتالي في رجوع المؤجلات اللي هي بعد الدوري ما يبدأ، هيبقى الأهلي بيلعب مع بيراميدز في الدوري، ونستفاد ان الزمالك بدل ما يقعد يلعب مع أسوان، وكده يبقى خلصنا من ماتش قبل النهائي بين الزمالك واسوان، وكده مالينا نفس اليوم. خلي بالك حضرتك كده، وبعدين هنبص نلاقي كده معانا فرقه من الاهلي والبيراميدز صعدوا للدور قبل النهائي، هيلاعب فريق بتروجيت اللي هو نادي درجه تاني، فاول توقف للاجنده الدوليه يلعب الفائز منهم مع بتروجيت، ويبقى كده وصلنا لايه؟ للمباراه النهائيه، عندنا مباراه واحده، وكده يبقى عملنا كذا حاجه كويسه. أول حاجة حققنا الكروش رغبته في إن الأندية تلعب لحد يوم 31، واستفادنا بماتشات ما كناش لاقيين لها مكان. ثانيا عملنا عدالة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وصلنا اللي إحنا بننهي بطولة كانت خلاص وطي النسيان ومش لاقيين لها مواعيد، وصلنا اللي إحنا في نلعب مباريات في الأجندة الدولية اللي هي بعد كده اللي هي مش هيبقى فيها ماتشات ومش عارفين نعمل فيها إيه. بنلعب بتروجيت نادي الدرجة الثانية مع الفائز من بيراميدز والأهلي، وكده فاضل النهائي. النهائي ده حضرتك احنا مأجلين الماتش السوبر بتاع الأهلي والزمالك بتاع السنة اللي فاتت، فممكن برضه يبقى الأهلي والزمالك أو الأهلي وبيراميدز، قصدي الزمالك وبيراميدز، فممكن نروح جاي مسوقين تسويق عالمي
اللي انت بدل ما تروح تلعب في الامارات مثلا، او ممكن دلوقتي بعد تحسن العلاقات في قطر تلعب مباراة السوبر، ممكن تلعب نهائي كاس مصر والسوبر في اسبوع واحد في تسويق عالمي، وتخلص بطولة في انا اقدم البطولات في الوطن العربي اللي هي كاس مصر، وكده عملنا انجاز اللي احنا خلصنا البطولات بتاعتنا ودخلنا مداخيل لاتحاد الكورة وللاندية المصرية، وحسسنا الناس اللي احنا بنعمل عشان كرة القدم المصرية مش عشان خاطر نادي واحد. ممكن حل هو بسيط، وانا شاكر لحضرتك اهتمامك. انا كنت سجلت على فكرة الويس ده كبير، بس لقيت المازينجر بيسجل دقيقة واحدة، فلو حضرتك عندك واتس ابعتهولي وانا اسجل لك كل الكلام ده على بعضه. شكرا استاذنا الكبير استاذ عبد الله فرج، كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه غير انت راجل محترم وراجل بتفهم. فربنا يا رب يديك الصحه وطول العمر والخير كله يا غالي يا غالي. نشوف الفقره الطبيه، والدكتوره سهير عامله لنا ايه النهارده؟ مفاجاتها دايما كلها جميله. ربنا يخليكي لينا يا دكتورة، والله بتساعدينا، أنا منك بتعلم والله. ارتجاع المريء وأسبابه وعلاجه بناء على طلب الأستاذة عزيزة رمضان شفاها الله وعافاها. نسمع الدكتورة سهير. اهلا بكم اخواتي وبناتي في فيديو جديد مع الدكتوره صلاح. فيديو النهارده بعنوان ارتجاع المريء. ارتجاع المريء ظاهره بتحدث عندما تضعف العضله العاصره اسفل المريء، اللي هي عباره عن بوابه الطعام من المريء الى المعده. اعراض ارتجاع المريء الاكثر شيوعا بتكون عباره عن الم في الصدر، صعوبه في البلع، ارتداد او رجوع الطعام او السوائل الحمضة من المعدة الى المريء، وكذلك شعور بان في كتلة موجودة في الحلق، كان في شيء موجود في الحلق. في اعراض بتظهر ليلا فقط، اللي هي عبارة عن ايه؟ كذلك النوم بيكون متقطع. علشان نفهم الارتجاع صح نعرف الاسباب. أسباب الارتجاع عبارة عن إيه؟ لما بنبلع الطعام بترتخي المفروض العضلة اللي موجودة في نهاية المريء، العضلة السفلية اللي موجودة في قاع المريء، عشان تسمح بتدفق الطعام والسائل من المريء إلى المعدة. وبعد كده بيغلق هذه العضلة مرة أخرى. أما في حالة ارتجاع المريء فبيحدث ارتخاء في هذه العضلة بشكل غير طبيعي وبتضعف. تقطيع من عندي، معلش. اهلا بيكم بالالتهاب المعروف بارتجاع المريء. في عوامل بتساعد على زياده هذا الارتجاع، اقول على الريسك فاكتور، بيزيد اكتر عند الناس المصابين بالسمنه، كذلك لو كان عندهم ضعف في فتحه الحجاب الحاجز الموصله للمريء الى المعده، والحوامل ايضا عندهم استعداد اكبر من غيرهم لارتجاع المريء. كذلك في بعض الأمراض اللي بتصيب ضعف في الأنسجة بصفة عامة، ولما يكون هناك أيضا بطء في إفراغ المعدة بيصاب الإنسان بالارتجاع المريء. التدخين من المسببات، مش بيقطع، معلش مش عارف ليه. يعني قصر التناول الوجبات متأخرا، يعني العشاء بيكون متأخر وبننام على طول. في بعض الأطعمة بتسبب ارتجاع المريء مثل الدهون والمقليات، القهوة كذلك المركزة والشاي المركز والكحوليات، وبعض الأدوية زي الأسبرين تسبب ارتجاع المريء. هل له مضاعفات ارتجاع المريء؟ طبعا له مضاعفات. الحامض لما بيرجع إلى من المعدة إلى المريء بيسبب تليف في جزء من المريء، وبالتالي يحدث نوع من الضيق في المريء، ضيق في المريء، هذا يسبب صعوبة في البلع. كذلك الحامض لما بيرتجع من المعدة إلى المريء يسبب في قرحة مفتوحة في داخل المريء، القرحة دي مع الوقت ممكن تنزف، وممكن كذلك تسبب ألم وتجعل برضو البلع أكثر صعوبة. في تغيرات بتحدث في
الانسجه المغطنه للمريء، ولا قدر الله التغيرات اللي بتحدث دي قد تكون مسرطنه او مسببه لا قدر الله للسرطان. طب هيتشخص ازاي ارتجاع المريء؟ بحاجتين، ان احنا نقيس ضغط المريء وتقلصات العضلات المنتظمه وقوه تقلص العضله العاصره، كذلك باشعه الصبغه او اشعه البريم، بيبلع الانسان بريم وبياخدوا اكس راي وبيتعرف اذا كان في قرحه او في التهاب في او في ضيق في المريء. العلاج في المرحله الاولى من العلاج بنحاول نغير نمط الحياه، بمعنى التدخين، نوقف التدخين، المصابين بالسمنه لابد من انقاص الوزن، كذلك عدم اكل الاطعمه المقليه او الدهنيه، وتجنب شرب الشاي والقهوه، وكذلك ما ناكلش وننام على طول، بمعنى لازم ناكل قبل ما ننام بحوالي 3-4 ساعات، ولا نستلقي على طول او ناكل وما ننامش على ظهرنا على طول. كذلك عند النوم بننام بزاويه تقريبا الجسم يكون الجزء العلوي من الجسم بزاويه حوالي 30 درجه. وفي علاج دوائي طبعا ده بيبقى هدفه ان احنا نوقف افراز الحامض من المعده، زي مثلا مركبات الامبرازول والرانيتيدين على سبيل المثال للخصم. دايما بقول لكم الوقايه خير من العلاج، فنحاول ان احنا نتجنب ارتجاع المريء بان احنا نحافظ على وزن صحي مثالي، نمتنع عن التدخين، بنرفع راسنا عند النوم يعني بزاويه معينه، عدم الاستلقاء بعد الاكل مباشره، كذلك نتناول الطعام ببطء ونمضغ الطعام ببطء ونمضغه جيدا، ونتجنب المأكولات والمشروبات التي تسبب الارتجاع. كذلك الملابس تكون ما تكونش ضيقه تضغط على المعده والمريء. في بعض المشروبات الطبيعيه والشعبيه اللي بتقلل من ارتجاع المريء، وعلى سبيل المثال مشروب الكسوس. الكسوس مهم يعني بوجد ان هو له دور في تقليل ارتجاع المريء. دي كانت نبذه عن ارتجاع المريء، والى اللقاء في فيديو جديد مع الدكتوره سوري. شكرا يا دكتورة، ربنا يديك الصحة يا رب وفي ميزان حسناتك، وربنا يكتب لك الخير كله. الفيديو هيكون بدون تقطيع موجود على قناة الدكتورة سهير اللي هي الجريء الطبي، بعد البث مباشرة بنص ساعة ولا حاجة بيكون موجود مع الفيديوهات كلها القديمة. النقطة الثانية كنت عايز أسأل الدكتورة سهير، بتقول من ضمن المشروبات العرقسوس، سمعت إن العرقسوس مؤذي لمرضى الضغط، مش عارف المعلومة دي صح ولا غلط. كمان عندنا أستاذ بهجت ممكن يفيدنا في هذه المعلومة ونستفاد منها، فربنا يخليك يا دكتور. فأنت كده كل يوم بتدينا كده حاجات جميلة والله، بنستفاد من حضرتك وربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس حبيت أتأكد من موضوع الرصوص ومرضى الضغط. أخونا المحترم جدا سعد يحيى سعد، عامل لكم مفاجأة النهاردة، العاقل سعدون أخونا الجميل سعد، إيه معاك يا سعد؟ عرفنا يا سعد، أكيد شيء جميل من سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وقصة جديدة، أو أولى حلقات قصة مباراة. طبعا تحياتي لك أخي الجريء ولكل الأخوة المحترمين والأعضاء المميزين في جروب الجريء تيفي. نادي الزمالك له شأن كبير جدا في القارة الأفريقية، ونادي يعني له صولات وجولات كتيرة جدا، لازم جمهور نادي الزمالك يكون عنده الحتة دي وتكون يعني قوية عندنا، يعني ما يغركش ان نادي الزمالك دلوقتي بعيد او في مؤامرات او بعيد عن التتويج بالبطولات الافريقية. ايوه صحيح ان تتوجنا بطولة الكونفدرالية في 2019 وبالسوبر الافريقي في 2020، لكن لا شك ان في مؤامرات كتير طبعا بتحاك لنادي الزمالك لتعطيله دوليا وبالتحديد افريقيا، لا تخفى على متابعي الشأن الزمالكاوي بكل اهتمام، وكل جمهور نادي الزمالك عارف طبعا المؤامرات اللي بتحصل. عشان كده حبيت ان تكون اول حلقة
من حلقات قصة مباراة، وهي طبعا فكرة أخويا الجريء. طبعا لازم ننسب الفضل لأصحابه، فكرته إن أنا أقدم قصة مباراة، فده طبعا شيء يشرفني ويسعدني، وإن أنا أكون يعني معاكم في تقديم هذا البرنامج، وأتمنى إن شاء الله إن هو يحوز إعجاب حضراتكم. النهاردة هنتكلم عن مباراة مهمة جدا في تاريخ نادي الزمالك، يعني كتير من الأجيال الحالية ما توعهاش، خصوصا ان احنا الجيل الصغير يعني، لكن يعني بنحاول ان احنا يكون عندنا ثقافة، ونحاول نبحث وندور في ارشيف نادي الزمالك عشان نقف ونعرف ان احنا بنشجع نادي تاريخي، نادي قوي، نادي لولا المؤامرات التي تحت له ليل نهار كان يتبوأ مقعد افضل مما هو فيه في القارة الأفريقية. طبعا هو في قلوبنا أحسن نادي في الكون وأغلى نادي وأنظف نادي، ولكن يعني أوقات كتير جدا حاجات خارج المستطيل الأخضر بتأثر على تاريخ الأندية. وإذا أردت أن تضرب بذلك مثلا فاضرب مثال نادي الزمالك، لأنه يعني حاجات كتير حصلت طبعا لا داعي أو لا يتسع المقام أو ليس هذا المقام لذكر ما حدث لنادي الزمالك أفريقيا. النهاردة هنتكلم عن سنة مهمة جدا في تاريخ نادي الزمالك، ويحبها كتير من الزمالكوية يعني اللي حضروا هذا الوقت. هنتكلم عن سنة 1996، وبالتحديد في يوم 13/12 سنة 1996 لعب نادي الزمالك مباراة العودة قدام فريق شوتينج ستارز النيجيري. طبعا احنا كلنا نسمع عن شوتينج ستارز ونادي الزمالك لعب ولكن وخد البطولة وضربات الجزاء، ولكن المباراة دي أو قصة المباراة دي قصة صعبة جدا، لأن في مباراة الذهاب في نيجيريا كانت الأمور صعبة جدا من حيث التنظيم ومن حيث الملعب ومن حيث كل حاجة. وخسر نادي الزمالك في المباراة دي، مباراة الذهاب، بتكلم عن مباراة الذهاب، 2-1. قدر شوتينج ستارز أنه يحسم اللقاء ويفوز على نادي الزمالك 2-1، ويحط نادي الزمالك تحت ضغط كبير جدا أنه مطالب في مباراة العودة يوم 13/12 اللي كانت في استاد القاهرة انه يكسب على الاقل يعني 2-0 عشان يقدر انه يتوج بالبطولة. ومن ضمن احداث مباراة الذهاب، لسه مع مباراة الذهاب، ان الكابتن عماد المندوه مدرب حراس المرمى في ذلك الوقت تمت اصابته بالملاريا، وكان الملاريا او ما زال يعني من الامراض الصعبة جدا في افريقيا، اللي يعني كان دلوقتي في تطعيم وبتاع وبياخدوا ابر قبل ما يسافروا، لكن زمان كان الموضوع بدائي شويه. اصيب الكابتن عماد المندوه بالملاريا وما قدرش ان هو يحضر المباراه من على الدكه مع الجهاز الفني. ولعب نادي الزمالك المباراه دي وخسر 2-1، وجد في مباراه العوده في استاد القاهره وسط حضور 100,000 متفرج. وكانت مباراة صعبة جدا جدا، لأن الأمور كانت صعبة والفريق كان لازم مطالب أنه يكسب، وكان فريق شوتينج ستارز وقتها فريق من أقوى فرق أفريقيا. إحنا لعبنا معاه في 84 برضو على ما أذكر في نهائي، هنتكلم عن المباراة دي في وقتها، مباراة 84، لكن إحنا دلوقتي بنقول أن الفريق ده فريق قوي وسبق لي أنه لعب مع نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. المفارقة العجيبة أن لما نادي الزمالك لعب المباراة دي كان يعني الكابتن مدحت عبد الهادي كان عنده نزلة شعبية جامدة جدا شديدة، ما قدرش ان هو يعني كان صعب ان هو يلحق، لكن الحقيقة انه كان الدكتور ممدوح مصباح يعني اشار على الجهاز الفني اللي هنتكلم عنه ان ما يتمش الدفع للكابتن مدحت عبد الهادي، ولكن في مباراة الذهاب الكلام ده كان في مباراة الذهاب فما قدرش يلعب المباراة. لكن في مباراة العودة بقى بفضل الحقن والإبر السريعة والمضادات الحيوية قدر الكابتن مدحت يلحق المباراة، والمفارقة انه ما تمرنش غير تمرينتين بس، يعني الكابتن مدحت عبد الهادي ما تمرنش غير تمرينتين فقط قبل المباراة، ولعب المباراة اللي قيمت يوم 13/12 في استاد القاهرة وسط حضور عشرات الالاف من المحبين والعاشقين لنادي الزمالك، وكانت مباراة صعبة جدا. قدر نادي الزمالك ان هو يحسم المباراه ديت. لكن قبل ما نتكلم عن الحسم وعن الامور اللي حصلت، حابب اتكلم عن التشكيل اللي لعب المباراه دي، مين اللعيبه
اللي ساهمت وقدرت انها تتحمل على عاتقها الضغط الكبير جدا في المباراه، ويعني تاخد المبادره وان هي تكون على قد قدر المسؤوليه. نادي الزمالك لعب المباراه دي بتشكيل مكون من حسين السيد في حراسه المرمى، مع حفظ الالقاب للجميع طبعا، وكلهم كباتن كبار واكبر مني سنا يعني، فحفظ الالقاب بس عشان ما حدش يزعل. كان حسين السيد في حراسه المرمى، وكان قدامه اشرف قاسم ليبرو، ولعب اربعه في خط الظهر، معتمد جمال ومدحت عبد الهادي ونبيل محمود ومحمد صبري. في وسط الملعب لعب الكابتن اسماعيل يوسف الكابتن التاريخي والقدير لنادي الزمالك، والكابتن طارق مصطفى واسامه نبيه، وفي الهجوم الكابتن ايمن منصور واللاعب قاسي سعيد. هو ده التشكيل اللي قاد او ان هو التشكيل اللي لعب المباراه وقدر ان هو يعني يؤدي اداء جيد جدا. بدات المباراه وفي وسط ضغط كبير من نادي الزمالك بحثا منه على انه يسجل هدف حتى يعني يكون متعادل بيه مع الفريق، لان احنا عارفين ان المباراه الذهاب انتهت 2-1، فنادي الزمالك دلوقتي اصبح متاخر. فنادي الزمالك ضغط بشكل كبير جدا وقدر فعلا ان هو يسجل الهدف الاول عن طريق اسيست رائع للكابتن ايمن منصور، حطها للكابتن مدحت عبد الهادي، وقدر مدحت عبد الهادي انه يسجل اول اهداف المباراه، وبذلك كانت المباراه والكفه متعادله وبقت 2-2. واستمر الضغط لحد ما انتهى الشوط الاول بذلك بهذه النتيجه 1-0. وبعد كده قدر نادي الزمالك في منتصف الشوط الثاني ان هو يسجل هدف ثاني قمة الروعة والاحترافية والجمال بأسيست رائع من الكابتن طارق مصطفى للهداف القدير كابتن أيمن منصور، حطها وأحرز الهدف الثاني، وبذلك تم تقدم نادي الزمالك 3-2 بمجموع المباريات على فريق شوتينج ستارز. ولكن يعني سوء الحظ أو توهان شوية أو قلة التركيز، قدر في آخر مباراة فريق شوتينج ستارز أنه يسجل هدف، وأصبحت النتيجة في مجموع المباريات 3-3، 2-1 في نيجيريا الفريق شوتينج، و2-1 في مصر لنادي الزمالك. ولكن احتكم الفريقين لضربات الجزاء، وهنا كان في تغيير ذكي جدا من المدرب اللي هنتكلم عنه طبعا، المدرب اللي كان ماسك نادي الزمالك، انه خرج حسين السيد ودفع بنادر السيد في حراسة المرمى. وطبعا لخبرة نادر السيد واقتداره وتميزه في ضربات التصدي لضربات الجزاء، وطبعا في هذه الضربات اهدر طبعا كابتن سامي الشيشيني ضربه جزاء، واهدر فريق شوتينج ستارز ضربه جزاء، وانتهت المباراه بفوز نادي الزمالك ب5-4. كان طبعا ضيعوا هم ضربه جزاء صد لها نادي السيد، واهدروا اخر ضربه طلعت بره بعد ما لعبوا الخمس ضربات، ونادي الزمالك لعب خمس ضربات سجل منهم أربعة، أسجل منهم لعبوا ست ضربات سجل منهم خمسة، وهم لعبوا ستة سجلوا خمسة سجلوا منهم أربعة، وهم يسجلوا الأخيرة ما جاتش وطلعت بره، وفاز نادي الزمالك بالمباراة. المدير الفني أو الجهاز الفني اللي كان بيقود نادي الزمالك، ولازم ننسب الفضل لأصحابه ونتكلم عن الناس دي، كان المدير الفني الألماني فارنر، وده مدير فني ألماني جه يدرب نادي الزمالك في موسم 96، وكان معاه الكابتن محمود سعد القدير المحترم، نتمنى له طبعا دوام الصحة والعافية، وكان معه الكابتن عماد المندو. ده كان الجهاز الفني لنادي الزمالك في هذا الوقت، ودي كانت البطولة الرابعة الأفريقية اللي توج بها نادي الزمالك بعرقه وبتعبه، وكان بيقود هذه المباراة تحكيميا، طاقم تحكيم مالي أدار هذه المباراة بحكمة، وقدر أنه يخرج بيها رغم ان كان في بعض الحاجات والهفوات كده، لكن قدر نادي الزمالك في النهايه ان هو يعني يحسم هذه البطوله، وكانت بطوله صعبه جدا جدا جدا، يعني تفوق فيها نادي الزمالك على فرق كتيره وفرق كبيره، وعبر النهائي ووصل وكسب الفريق النيجيري لانه كان من الفرق القويه جدا في نيجيريا، وقدر ان هو يخرج في مباراه الذهاب بنتيجه قريبه تمكنه في مباراه العوده من انه يوصل ويسجل ويذلل الفارق ويوصل لضربات الجزاء ويكسب بفضل تألق كابتن نادر السيد وتركيز لاعبي اللي دخلوا وسجلوا. وكان الكابتن أسامة نبيه على فكرة هو صاحب آخر ضربة جزاء سجلت ولولاها، ولو كان ضيع أسامة نبيه في هذه الضربة وسجلوا هم الضربة اللي بعديها كان إن هم هيفوزوا بالبطولة، لكن دخل الكابتن أسامة نبيه بكل شجاعة واقتدار وخبرة وحط ضربة الجزاء على في مرمى الحارس بابا ضراوة أو بابا براوة، وقدر إن هو الفريق النيجيري يخفق في آخر ضربة
ويطيح بها اللاعب الأخير إلى خارج الملعب، وبها فاز نادي الزمالك بهذه البطولة. أتمنى أكون وفقت في سرد هذه القصة الجميلة الحقيقة المؤلمة. الواحد لما سمعها أو شافها أو حتابعها حس قد إيه نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم، وبيلعب خارج الملعب فقط، بيلعب داخل الملعب فقط مش بيلعب خارج الملعب. هو ده فريق الكرة اللي يستحق ان احنا نشجعه ونقف وراه. اتمنى اكون وفقت في سرد هذه القصة، ونلتقي ان شاء الله في قصص اخرى ومميزة ان شاء الله. اتمنى نكون كنت ضيف خفيف على حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا والمحترم والنبيل، اشكرك جزيل الشكر. برضو سعد مش بيشوف عينيه، انت شفت الحلقة اللي عملتها مع سعد، مش بيشوف عينيه، ولكن تشوفوا كل المعلومات دي تعب قد ايه انه يجمعها ويقولها بدون ورقة وقلم. شوفوا عظمة قناة الجريء وعظم قيادات قناة الجريء، مع سعد من قيادات قناة الجريء، ودعاء من قيادات قناة الجريء، والدكتورة سوير، وكل الناس المحترمة يعني. شوفوا العظمة اللي هو يقعد ويتعب ويجمع المعلومات بطريقة او باخرى ويحفظها عن ظهر قلب ويقولها. والله يا سعد مع انت ودعاء يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. وسعد، سعد يحيى، سعد انت يا سعد اجمل سعد، ويوم ما عرفناك كان يوم السعد. ربنا يخليك لنا يا سعد. مرة اخرى بهنيكو بقولكم كل سنة طيبين، سنة سعيد عليكم. بكرة لو تحبوا، عشان الناس كتبت لي نعمل البث بدري، فايه رأيكم نعمل البث بدري وكل بقى يحتفل، ننزل ساعتين ثلاثة لتحت كده. اللي مش مشترك في القناة يشترك، اللي مش مفعل الجرس يفعله، اعملوا الجرس كل أسبوع، ادخلوا كده يعني جددوه، علشان وقت ما يكون فيه بث مباشر نعمل لكم. مرة أخرى بشيد بقرار المستشار مرتضى منصور، قرار ولا أروع. هو ده الكلام، هو ده الذي يطبق في كل الأماكن. دعوة جميلة، الواحد يبتدي بنفسه، شيء جميل. نتمنى كل الخير لنادي الزمالك. الأخ كروش ضم 3 لعيبة جدد للمنتخب، هم إبراهيم عادل ومحمد حمدي بتاع بيراميدز، ومروان حمدي بتاع الزمالك وسموحة، المعار سموحة ضمهم. وبرضه مصر انه يتجاهل افضل لاعب في مصر في الجري الاساسي، قال للزمالك عايزين نتنازل ادفعوا لي ربع مليون دولار. ايه تاني؟ محمد عوده بقى مدير فني رسم المقاولين، والنادي غزل المحله هيقاضي. ايه اخبار تانيه ما قلتلكوش عليها؟ ايه اخبار تانيه؟ استبعاد ساسي من امم افريقيا، في الجري الاساسي مش هيشارك في امم افريقيا. محمود شبانة انضم إلى الاتحاد السكندري رسميا. إيه تاني يا غاليين؟ إيه تاني يا غاليين؟ الزمالك فاز على سبورتنج 80-72. أعتقد كده قلت. أحمد مرتضى منصور هيمثل الزمالك في انتخابات اتحاد الكرة. أعتقد كده أنا قلت كل الأخبار، ما نسيتش حاجة. زي ما بنقول، زي ما تحبوا بقى، بس اعملوا فعلوا الجرس، وانا بقى بنشر خبر قبلها، بحطه في اليوتيوب، بحطه في الفيسبوك، وبحطه في التويتر. بنقول بس بعد قليل وبعدها تقريبا. استاذ عطيه غازي، اي والله لان الجو بارد وانا سني 73 سنه. يا عم انت شباب يا عم، احنا نشوف لك عروسه يا استاذ عطيه. اللي يقول لي انا سني 73؟ 73 يلا نعمل ماتش كوره. الناس الحلوه دي، تعال اوريك الناس اللي عندي، الحته اللي انا فيها عندهم 100 و100 وشويه، وحركه ورياضه ولعب وتزلج وكل حاجه يا غالي. ربنا يديك الصحه يا استاذ عطيه. مره اخرى استاذ احمد محمود يا ريت تتواصل معايا، استاذ هاني حمدي يا ريت تتواصل معايا، عندي لي مفاجاه حلوه جدا جدا جدا. وكل زملكاوي جريئاوي شريف لهم مني مفاجاه جميله جدا جدا جدا، لان انتوا أصحاب هذه القناة. في حد يحب يعمل المداخلة أو حد يطلع زوم قبل ما ننزل ساعتين ثلاثة بكرة كده مثلا الساعة 6 كده حاجة كده يعني. ربنا يخليك يا أستاذة حياة، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، ربنا يخليك لينا يا رب.
غيرانين عشان الناس الحلوين عندي. طب انا اعمل ايه؟ ربنا بيحبني بيبعت لي الناس الحلوين، والوحشين بيمشوا، بيتكشفوا وبيمشوا. انا اعمل ايه؟ حاجة كده من عند ربنا، ناس ما شافونيش بس بيحبوني. طب اعمل ايه؟ طيب، طب لو شافوني يا خرابي، ده يحبوني اكتر. استاذه وفاء الزملكاويه، كل سنه طيب. ست الكل، حد من اساتذتنا يحب يعمل مداخله او يطلع زوم او حاجه؟ اخويا محمود الشرقاوي، ربنا يديك الصحه والتضامن. استاذ احمد محمود كان بيقول حاجه جميله قبل ما يخرج، بيقول انا اتعلمت القراءه والكتابه عشان خالتي الجريء. والله خالتي الجريء بتقبل راسك يا غالي. استاذه كمان كل سنه طيبه. استاذ احمد ناصر اخويا الغالي، كل سنه طيب. لقد وهبنا الله افضل ناس في الكون. ياسر اكتب لي على الماسنجر دلوقتي عشان عايزك في موضوع. استاذة تريز بتقول ايوه، ما كنت زعلان، ده احنا كنا هنيجي معاكي. قولي لنا انت عايزه الساعه كام واحنا تحت امرك، احنا جاهزين. على فكره في ناس بتطلع تعمل بس على خبرين، تجيب لك خبر من امبارح على خبر من بكره على كلمتين توقعات. ده انا ممكن اعمل الموضوع ده 35 دقيقه والناس كلها تبقى مبسوطه، وما في الاخر ما تاخدش منهم اي حاجه. ام عمر الغاليه بتقول حماتي عمرها 104 سنه، ربنا يديها طول العمر، ربنا يسعدها ويديها طول العمر. عايزين بكره بس الساعه كام وانا اظبط لكم. حلو، 6 او 7 بتوقيت ايه بقى؟ بتوقيت ايه؟ الولايات المتحده الامريكيه عند الاستاذ شريف والاستاذ اكرم، ولا بتوقيت القاهره عند اخواتنا الغاليين؟ الساعة 6 بتوقيت القاهرة. خلاص استاذ جودة، اللي بيقوله لازم يتنفذ بالثانية. كلام الاستاذ جودة سيف على رقبنا. ولو عايزها كل يوم الساعة 6 يا استاذ جودة، نمشيها كل يوم الساعة 6. هو استاذ جودة اللي يكتبه دلوقتي انه كل يوم الساعة 6 بس تكون موجود. مرة قال لي انزلها الساعة 9، تاني يوم بدور عليه ما لقيتوش. ماما زوزو بتقول 8. لا انا عامل بس من 6 ل 8، ومن 8 هكون عندي كمان زوزو عشان ايه؟ تعزمينا على عزومة حلوة بكرة. يعني انا هخلص البث ناخده من 6 ل 8، و8 هتلاقوني عند ماما زوزو عشان اعزماني عزومة حلوة بكرة. سمبو 60 سنة، ما بتكلمني في التليفون بحس ان شباب عنده 25 سنة. على فكرة وليد او سمبل من اعز واقرب اصدقائي، والحمد لله بينا وبين بعض تليفونات ودعوات وثقة وكل شيء جميل. 8 بتوقيت ايه بالظبط؟ لا خليها 6 بتوقيت القاهرة. ربنا يخليك يا ماما زوزو. ماشي، الساعة 8 هنفتح الكاميرا مع بعض واشوف انت مجهزة لي ايه. لو عجبني هاجي، ما عجبنيش مش هاجي. دايما عامل خلاص حسب. لا ما اتلخبطناش بقى، هيقول لك 6 7 بتوقيت القاهره. لا 6 بتوقيت القاهره استاذ جودت، 6 بتوقيت القاهره. اه بعد كده 7 بتوقيت القاهره. اوكي ماشي انا موافق، بس ناخد اراء الناس بكره ولا بعد بكره ان شاء الله. يا استاذ رامز انت موجود فين؟ في اي بلد؟ اصل كل اللي معانا من كل البلاد. كل سنه طيبه من زوزو. استاذ فريد كل سنه طيبين. استاذ فريد 65 سنه شباب برضو. الراجل شباب من 40 ل 70. ان شاء الله نحاول ننزل بالوقت زي ما انتوا عايزين. انا مش مهم عندي العدد، المهم عندي المجموعه بتاعتنا المحترمه تكون موجوده. يعني بكره 6 بتوقيت القاهرة، وبعد كده بعد بكرة ناخد الآراء ونختار وقت كويس. ده كل وادي أحلى ناس في الدنيا. طب أقول لكم فجأة، أنتوا عارفين الأستاذة عزيز عندها كام سنة؟ تفتكروا الأستاذة عزيز اللي بتتريق عليا وتقول شايل المنجدين عندها كام سنة؟ ها توقعاتكم إيه؟ أنا عرفت بقى. الأستاذة عزيز عندها 18 سنة. وواقفة بقى لها كام سنة؟ واقفة على 18، مش عايزة تزيد.
الله ينور على المعلومات يا استاذ جودة. 16 لا 18 عشان ما نكذبش. ايه 18 استاذ احمد ديب عنده 69، ربنا يديك الصحة. شباب برضو، لو متجوز واحدة نشوف لك اتنين تلاتة، تقلقش يعني. شوف ازاي عرفتي بقى ان انا بقرا افكارك، عرفتي؟ وعلى فكرة هي بقى لها كام سنة واقفة على 18 يعني. ما هو زوزو خال هيخلف وعنده 90. شباب شباب يا جماعة، على فكرة الشباب شباب القلب. الساعة 9 بننام بدري. إن شاء الله يا أستاذ عبد المنعم، إن شاء الله إن شاء الله يا غالي. قول لي بعت المقال الجديد ولا لسه؟ يا باشا ده على دماغي من فوق، ده أنا أموت طالما فيها فسيخ وسردين نيجي على طول. طيب ربنا يديكم الصحة وطول العمر، أسلم عليكم أقول لكم كل سنة طيبين، ويا رب كده أيامكم كلها سعد وفرح وهنا. أستاذة إزيس تصبح على خير إن شاء الله السنة الجاية، نهنيكي بعيد الميلاد 18 برضه. دكتورة سهير تصبح على خير، أشكرك. أستاذ فريد حواش تصبح على خير وكل سنة طيب. أستاذ حنان إبراهيم كل سنة وحضرتك بخير. أستاذ جودة عودة بيقول لك أنا عندي 69. الصوت العندليب ده عنده 69 ولسه بيلعب كرة خماسي. العندليب ده اللي بيشوقنا صوته 69. قول 29. مين تاني في الغاليين؟ أستاذة تريز تصبح على خير ست الكل. أستاذ أحمد ديب بيقول أنا متزوج اتنين وعمري 62. 62 ولا 69؟ من شوية قلت 69. ارسى يا ديب، ديب المعادي، ربنا يديك الصحة. أستاذة تريز كل سنة وانت طيبة وتصبح على خير. أستاذة إزيس تصبح على خير، ربنا يديك الصحة يا رب. حبيب قلبي سنبل تصبح على خير. أستاذ راشد من تونس تحياتنا لحضرتك والأهل تونس كلهم المحترمين. أستاذ صبري فؤاد أنا بشجع الزمالك من أكتر من 70 سنة، ده الزمالك اتشرف فيك يا باشا. أستاذ أحمد ناصر خيركم من طال عمره وحسن عمله يا رب. كلهم كل الناس اللي معانا أعمالهم حسنة، كل الزملكاوية يدخلوا الجنة يا أستاذ أحمد ناصر من غير ما تفكر. ده إحنا يعني بنشوف العذاب كله والله في الدنيا، مش معقولة نطلع للآخرة ونتعذب. كفاية اللي بيعملوه فينا اللي بيتخانقوا على الكرسي. ربنا يخليك يا أم عمر، أنا ماشي في الـ 14 دلوقتي، 15 ونزل الـ 14. دكتورة شوير أنا شرفت صورتها على المقال صغيرة وحلوة. مين أني واحدة؟ أستاذة تريز؟ أستاذة تريز دي شباب على طول. دكتور سامح أخويا الغالي ربنا يديك الصحة وطول العمر. أستاذ عباس كل سنة وأنت طيب يا دكتور. أستاذ عباس حسني تصبح على خير ربنا يديك الصحة. سامي سامي كل سنة وأنت طيب يا غالي. أستاذ عفاف ست الكل كل سنة وأنت طيبة. جنة الخلد أخويا الغالي فين مقالاتك الحلوة؟ ثبت لك يوم بقى زي ما اتفقنا. استاذ حياتك كل سنه وانت طيبه واسرتك واهلك وحبايبك. ست الدنيا كلها استاذه كاميله تصبح على خير وكل سنه وانت طيبه. اخويا انطون كل سنه وانت طيب يا غالي. استاذ اسماعيل السيد وحشني كتير جدا جدا جدا، محترم جدا والله، كل سنه وانت طيب. استاذ محمد فاضل وحشنا صوتك، كل سنه وانت طيب وتصبح على خير. الحاجات الحلوه اللي انت حضرتها دي يا انا بتيجي الساعه متاخر قوي. استاذ محمد الشبراوي تصبح على خير. استاذ سلوى عزب ربنا يخليك كل سنه طيبه. استاذ عطيه غازي، استاذ وفاء الزملكاويه كل سنه وانتم طيبين. استاذ محمد طه كل سنه وانتم طيب. استاذ حنان عوض ما ظهرتش النهارده، يا رب تكون بخير والف سلام عليها وكل سنه وهي واسرتها واهلها بخير. استاذ محمد طه والاستاذ محمد العربي كل سنه وانتم طيب. استاذ محمد العرابي المحترم الغالي كل سنه وانتم طيب. استاذ محمد طه تصبح على خير. استاذ احمد ناصر، استاذ محمد فاضل موجود. استاذ محمد ديب اسعدتني اليوم يا غالي، اسعدتني باللقاء الجميل اليوم يا غالي. استاذ محمد ديب ربنا يخليك لينا يا رب. استاذ جنة الخلد تحياتي. استاذ انتصار اتفرج على الفيديو بقى بعدها، يعني الفيديو بيبقى موجود ممكن تشوفه في اي وقت. كل سنة وحضرتك طيبة، هنفتقدك والله. استاذ فريد حواش تصبح على خير. استاذ صبري فؤاد كل عام وانت بخير. استاذ محمد نعيم، استاذ محمد عرابي اخويا ياسر العراقي كل سنه وانتم طيبين.
ام عمر الاردن، والاستاذ شريف ربنا يديك الصحه استاذ شريف، استاذ ممدوح راشد كل سنه طيبين، استاذ تريز، استاذ محمد رفعت حبيبي، يا ابو رفعت حبيبي، انا وانت شباب تحت 14 سيبك منهم، استاذ وليد والاستاذ عبد المنعم المندوه، الاثنين ان شاء الله، بس فكرني احسن اليومين دول بنسى، حاج شعبان ربنا يديك الصحه الكبير بتاعنا ربنا يخليك لينا، جنة الخلد، الأستاذة حياة، الأستاذة حنان إبراهيم، الأستاذ أحمد ناصر، مفيش كوميدي معلش لحد ما نعدي البتاع بتاع اللجنة الأولمبية ده، وساعتها تفتكر كلامي، أستاذ جودة ربنا يديك الصحة، أنت يا باشا 19 يا باشا، أستاذ محمد رفعت 25، دكتورة سهير تصبح على خير، تمام يا باشا، تمام يا ديب منور. استاذه نوال نونا تصبح على خير يا ست الكل، وكل سنه وانت واسرتك واهلك وحبايبك بخير وبصحه وسعاده. ماما زوزو تصبح على خير، محمد بالعرابي، سلوى عزب، دكتور سامح رضوان اخويا المحترم جدا، استاذ سميرة حسين سعيد جدا جدا لحضرتك موجوده معانا، تصبح على خير يا ست الكل. استاذ شريف تصبح على خير، بس عندكم الظهر دلوقتي. أستاذ حيات والأستاذ رامز تصبح على خير، وجنة الخلد والأستاذ جودة، هفتكر دلوقتي أبص عليه تاني يا أستاذ جودة. حاضر. أستاذ إسماعيل سيد، أستاذ فتحي مرعي، وحشنا يا أستاذ فتحي، ربنا يديك الصحة. أستاذ سامي سامي، أستاذ علا صادق كل سنة وأنت طيبة يا أستاذ علا، ربنا يديك الصحة وطول العمر. استاذ ابتسام احمد كل سنه طيبه ست الكل، ربنا يديك الصحه وطول العمر. اخويا الاستاذ ابراهيم الطور تصبح على خير يا غالي، دكتور سامح، استاذ حياه، استاذ انيس جمال تصبح على خير وكل سنه وانت طيب يا اجدع زملكاوي. اخويا الديب ربنا يخليك، حاج شعبان نجم النجوم، استاذ سراج وحسنا، استاذ اسمك جميل جدا على فكره، انت السراج الوهاج، ربنا ينور طريقك وحياتك، اسمك رائع. مين تاني في الغاليين؟ استاذ محمد محمود وحشني يا غالي وكل سنه طيب، دكتوره سهير تصبح على خير، استاذ توفيق جابر تصبح على خير يا نجم النجوم، ابعت مقالات يا استاذ فتحي من اول من اول السنه الجديده دي، هندي لكل واحد يوم، ابعت يا باشا، بس ابعت لي على على الماسنجر، مش عارف هبص والله بكره يا استاذ جنة الخد، بس فكرني دايما. استاذ حسام التوبجي تصبح على خير، استاذ حسام التوبجي تصبح على خير وكل سنه وانت طيب، انا برجع بالتكس عشان ما انساش حد. استاذ محمد نعيم اخونا الغالي، شباب شباب يا استاذ محمد شباب. استاذ حنان ابراهيم ست الكل ورد وفل كل سنه وانت طيب، استاذ علا صادق والاستاذ حامد ابراهيم تصبح على خير يا غاليين كل سنه طيبين، استاذه نوال بعت تحياتها لسعد، استاذه فاديه مبروك وحشانا، وحشانا ست الكل، وحشانا يا استاذ فاديه، زعلان مني ليه؟ على رقبتي، انت من قواعد واساسياتها قناه الجريء، ما تزعليش مني، وبعدين انا صالحك لو زعلانه مني. أستاذ محمد الشبراوي أجمل أجمل مكان، ربنا يخليك، أكني جيت والله، أنا أشرف حضرتك أستاذ محمد، أجمل ناس والله، ربنا يخليك. لا ما بناخدش أجازة أستاذ باكت. ارجع اسمع البث من أوله، أجازة أجازة من شغلي، الشغل التاني، أما معاكم ما أقدرش أخد أجازة، في حد بياخد اجازه من اهله برضه يا استاذ بجد؟ انا قلت بكره وبعده اجازه، فعندي وقت ان انا اسجل لحضرتك، اتقابل مع الاخوه كده يعني، بنتكلم مع بعض تليفونات. انا يا استاذ عبد المنعم، انا يا استاذ احمد ناصر بيقول لك قناه الجريء للمتفائلين، وانت الزعيم المتفائلين الجديد. استاذه تريز عامله مقال جميل، نسيت احط لكم اللينك، اجيب لكم اللينك،
دي من الحاجات الوحشة اللي عندي اليومين دول، ان انا بنسى. أستاذة الغالية الأستاذة تريز عاملة مقال جميل، هذا هو رابط المقال في كل حاجة. معلش يا أستاذة فادي غصب عني، بس بكرة نزاحة إن شاء الله. هكتب عندي أهو قدامي غصب عني والله، ما تزعلش، مع إني سمعتها وفرحت بيها قوي. أنا آسف، بس أنت عارفة طبعا ظروفي، أنت قريبة مني وعارفة ظروفي. ربنا يخليك لينا يا رب يا أستاذة فادي. بكرة زاهر إن شاء الله. أستاذة انتصار عايزين أغنية، أنت بقى اللي تبعتي لنا يا أستاذة انتصار. ربنا يخليك يا أستاذة حياة، ربنا يكرم أصلك الطيب، بنت أصول والله، بنت أصول. يعني دايماً بدعي لوالدك ووالدتك والله يا أستاذة حياة، عشان عرفوا يربوا وعرفوا يطلعوا واحدة نموذج للأدب والاحترام. كل ما بفتكرك بدعي لهم. ربنا يحفظك يا رب. اخويا الديب تصبح على خير، كل سنه طيب. استاذ محمد رفعت تصبح على خير. استاذ بهجه اتفرج نهارك كله ابيض يا رب. استاذه فاديه اختي الغاليه بكره نزعها وتبقى احلى حاجه في ختام السنه دي. كل سنه حضرتك طيبه والاسره. الاستاذه هدى ندى الحمد لله على السلامه، وكل سنه وانت طيبه وبصحه وسعاده جنه الخلد. تصبح على خير يا غالي. استاذه حياه ربنا يخليك. طيب اذا قفلت ونسيت حد يبقى ما زعلش منه. استاذ محمد فاضل طبعا كل سنه وانت طيب، اخويا الاسواني كل سنه وانت طيب، اخويا الدكتور سامح كل سنه وانت طيب، استاذه حياه كل سنه وانت طيبه، حنان عوض ترجع لنا بألف سلامه وكل سنه وهي طيبه. اشكركم يا غاليين وتصبحوا على خير. دكتور محمد يحيى مسافر في مؤتمر يا رفعت، في مؤتمر يرجع بالسلامه. شكرا يا غاليين، تصبحوا على خير.